ممكن واحد بس يرد. اه تمام تمام. طب تمام، لو بس لو في حد عايز يخش ولا حاجة ممكن، بس حد منكم يبقى يدخله يعني. هو أنا سايب الـ سايب الـ البرميشن لأي حد ممكن يدخل أي حد في المحاضرة. طيب هو بس المحاضرة قبل ما نبدأ المحاضرة الجديدة، احنا عايزين بس ايه نبص على حاجة كده في المحاضرة اللي فاتت بتاعة البرينك بس، عشان أعتقد إن أنا ممكن أكون قلت الحاجات شوية، حاجات لإنشاءات أكتر شوية من الحاجات بتاعة مدني عام. فأنا عايز بس أتأكد إن أنا كل الناس خدت نفس الايه الكم من المعلومات يعني. هي الحتة اللي أنا عايز بس أقول لحضراتكم فيها هي في الـ SBT. الـ SBT احنا لما جينا قلنا احنا هناخد الايه قيمه الايه قيمه الام وهنطبق في المعادله بتاعه تينجز ايكويشن. المعادله بتاعه تينجز ايكويشن اللي هي كيو اس بتساوي 35 في الام كوركتد ناقص 3 في البي زائد 0.3 على 2 بي كل تربيع. هي الحته اللي هنا دي كل تربيع ماشي، مضروبه في ار دبليو 2 في الاف دي. الملحوظه بس اللي هنا، اللي انا لو جيت دلوقتي قلت لك ان انا عندي طبقات من الايه طبقات من التربه، يعني جيت مثلا عملت لك دلوقتي حاجه بالمنظر ايه بالمنظر دوت، قلت لك ان انا عندي طبقه 1 طبقه 2 طبقه 3 تمام، ومديك انا ايه القيم بتاعه الاس بي تي، وقلت لك مثلا ان انا عندي الان هنا مثلا قيمتها بتساوي مثلا 12 ماشي، وقلت لك مثلا الان على مثلا على مسافه نص متر كمان كانت قيمتها مثلا بتساوي 16 والان مثلا قيمتها بتساوي 28 تمام. دي كل واحد متر، وعندي ايه دوت منسوب الصفر ماشي، وعندي دوت مثلا منسوب الايه منسوب سالب 3 ماشي. قلت لك الاساس بتاعي متر ونص مثلا في متر ونص، ومنسوب التاسيس بتاعه عند واحد ايه عند واحد ونص، واحد ونص يعني المفروض اللي هو عند المنطقه دي، ده كده منسوب الايه منسوب التاسيس تمام. يبقى هنا انت عندك ان 16 والان بتساوي 28، هتاخد انهي قيمه فيهم عشان تشتغل في المعادله بتاعه تنج؟ احنا بناخد الايه بناخد الافريج الافريج اس بي تي فاليو تمام، بناخد الافريج اس بي تي فاليو على عمق بيساوي واحد ونص عرض الاساس، واحد ونص عرض الايه عرض الاساس. يعني الاساس دلوقتي بتاعي واحد ونص، وانا هقول مثلا المنسوب التاسيس بتاعي مثلا عند صفر، هفترض مثلا اللي هو عند صفر، فواحد ونص في واحد ونص يعني 2 متر وربع. يبقى هنزل من هنا كده لغايه منسوب سالب 2 متر وربع، واخد الافرج بتاع الاس بي تي اللي هي مثلا في الحاله دي تبقى الان بتساوي 16 والان بتساوي ايه 12 مثلا تمام. فهتاخد الافرج اللي هي 12 زائد 16 على 2، يعني قيمتها هتبقى بتساوي ايه 14. 14 دي هي اللي احنا نطبق فيها في المعادله بتاعت مين؟ في المعادله بتاعت تنج تمام. الناس معايا؟ ماشي يا جماعه، الحته دي مهمه عشان بس ايه 90% من الاوقات لما بجيب في الامتحان انا بجيب لك مش قيمه واحده للاس بي تي، انا بجيب لك قيم للاس بي تي مع العمق. فحضرتك بتشوف منسوب التاسيس، ومنسوب التاسيس دوت بتاخد واحد ونص عرض الاساس اللي هي الافكتيف زون تحت منسوب التاسيس، وتاخد الافرج بتاع الاس بي تي فيه. اتفقنا؟ في حد مش فاهم الحته دي الملحوظه ديت؟ الموضوع ده مهم بس عشان ايه ما حدش يغلط في الايه في الامتحان. طيب هي دي بس الملحوظه المهمه اللي انا كنت عايز ايه عايز ابلغكم بيها، عشان لو جت في الامتحان تبقوا عارفين ايه هنعمل ايه هنعمل ايه ماشي. الحاجه برضو الثانيه اللي هي لما جينا اتكلمنا على تنج ديت، قلنا ان احنا عندنا الكيو عند اي سيتلمنت، هو تنج بيحسب عند 25 مللي سيتلمنت تمام. فانا دلوقتي لو قلت لك ان انا عايز عند 50% 50 مللي سيتلمنت، ايه اللي انت هتعمله؟ قلنا كيو عند اي قيمه سيتلمنت بتساوي الكيو عند 25 ديت في السيتلمنت على ايه 25 اللي انت حاسب عندها ايه سيتلمنت. وقلنا المعادله دي المعادله دي جنرال، المعادله دي ايه جنرال، ممكن استخدمها لاي ايه ممكن استخدمها لاي لاي حاله. يعني مثلا زي ما قلنا كده في المحاضره اللي انا قلت لك مثلا حسب البيرنج كاباسيتي بتاعه الكود المصري تمام، كانت البيرنج كاباسيتي بتاعه الكود المصري مثلا قيمتها بتساوي مثلا وليكن 100 كيلو باسكال، وقلت لك ان انا حسبت الهبوط عند ال 100 كيلو باسكال دوت كانت قيمتها مثلا بيساوي 7 سم، كان قيمه الهبوط مثلا بتساوي 7 ايه 7 سم، وقلت لك البيرنج كاباسيتي بتساوي 100. لو انا قلت لك دلوقتي لا انا عايز بقى قيمه البيرنج كاباستي عند هبوط قيمته 3.5 سم بس او 3 سم بس مش 7 بقى عند 3 سم، فانت هتعمل ايه؟ هتاخد ال 100 تمام تضربها في السيتلمنت اللي انا مديهولك اللي هو 3 على السيتلمنت اللي ايه اللي حصل عند الايه عند البيرنج كاباستي اللي انت حسبتها اللي هو على ايه على 7. هي دي قيمه البيرنج كاباستي لو ايه لو قلت لك عند قيمه معينه للايه للسيتلمنت. هتطبق المعادله دي، فالمعادله دي جنرال مش خاصه بتنج بس تمام، المعادله دي جنرال مش خاصه بايه بتنج ايه بتنج بس تمام. طيب في حد عنده اسئله كده في البيرنج كاباستي عشان نبدا نخش في المحاضره اللي بعديها؟ ماشي، في حد عنده مشكله في البيرنج كاباستي في الثلاث محاضرات بتوع البيرنج كاباستي اللي احنا خدناهم، سواء كانت المعادله بتاعت الكور المصري او المعادله بتاعت في الفيلد تيست، يعني سواء كانت اس بي تي او بليت لودنج تيست؟ في حد عنده مشكله؟ طيب دي كده الايه اللي احنا اتكلمنا عليها في البيرنج كاباستي، نيرد سوي اللي اتكلمنا عليها، ما فيش حاجه تانية كده بالنسبه لي يعني. طيب نبدا بقى نخش في المحاضره بتاعه النظام بتاع الايه بتاع الفاونديشن.
احنا هنشتغل ان شاء الله دلوقتي على المحاضره بتاعت ايه ديزاين الشلة فاونديشن، ده شابتر 6 المفروض عندنا. ماشي، زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ايه، قلنا اللي المطلوب من اي فاونديشن، ما بيك تعمل اي فاونديشن انت محتاج ان الفاونديشن دي بتاعتك اللي هي تعمل ايه، تنقل الاحمال بتاعت المبنى. الوظيفه الاساسيه بتاعت الفاونديشن اللي هي تنقل الاحمال بتاعت المبنى للارض. ماشي، تنقل الاحمال المبنى لايه، للارض، مع ثلاثه ايه، مع ثلاثه كونديشن. ايه يعني ثلاثه كونديشن ديت؟ الثلاثه كونديشن دول اللي هم اول حاجه اللي هي تبقى سيف اجينست ايه، شير فيلير، لازم تكون سيف اجينست الايه، الشير ايه، الشير فيلير. تمام، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي لازم تكون ايه، تكون لازم تكون وزن الالاوبل توتال اند ديفرنشال سيتلمنت، يعني ما يحصلش مثلا قاعده، انت ممكن تعمل قاعده صغيره فمثلا ايه تبقى سيف، مش هيحصل شير فيلير، لكن في الاخر مثلا الهبوط بتاعها مثلا يوصل 12 13 سم، فده المبنى مش هيقدر يستحمل القيم الايه، القيم الكبيره ديت. فلازم يكون وزن الالاوبل والتوتال اند ديفرنشال سيتلمنت، وسيف في السلايدنج الاوفر تيرنج اند الايه الابليفت. تمام، السيف في الشير وسيف في السيتلمنت، الاثنين دول كده بالنسبه لي يعتبر اللي هي سيف في البيرنج كاباستي. زي ما احنا قلنا لما جينا اشتغلنا في البيرنج كاباستي، قلنا البيرنج كاباستي ممكن نحسبه على اساس اللي هو ما يحصلش شير فيلير، دي زي معادله الكود المصري مثلا، او عند ليميت معين من السيتلمنت زي المعادله مثلا بتاعه التنج، زي ما خدناها كده المعادله بتاعه ايه، بتاعه التنج. تمام، هم دول الثلاثه كونديشن ما يصمم اي ايه، اي اساس. الاساس ينقل الحمل من المبنى للسويل اللي تحتيه، سيف في الشير ووزن الالاوبل سيتلمنت، وسيف في السلايدنج والاوفر تيرنج والايه والابليفت. تمام، دول التشيكات بتاعتهم زي التشيكات اللي احنا عملناها بالظبط للريتيرنج ايه، للريتيرنج وول. ده كده بالنسبه لايه، الوظيفه بتاعت اي ايه، اي فاونديشن او اي اساس. انواع الاساسات برضو زي ما اتكلمنا المحاضره اللي هي اول محاضره بعد الميد ترم، قلنا ان احنا عندنا اساسات نوعين، يا اما شلة فاونديشن يا اما ديب ايه، ديب فاونديشن. زي ما قلنا برضو الكود المصري بيفرق ما بين الشلة فاونديشن والديب فاونديشن على حسب ايه، عرض الاساس بالنسبه لعمق الايه، عمق التاسيس. قلنا لو عمق التاسيس بتاعك اللي هو ديب فاونديشن اكبر من او يساوي 1.5 عرض الاساس، 1.5 عرض الايه، عرض الاساس، الكود المصري بيقول يبقى دي هتشتغلها كانها ديب فاونديشن. لو اقل يبقى هتشتغلها كانها شالو ايه، شالو فاونديشن. ده كده التعريف في الكود المصري. لكن بالنسبه لنا احنا في الشغل احنا قلنا ايه، لا، الفرق ما بين الشالو فاونديشن وديب فاونديشن هي كيفيه نقل الحمل الايه للتربه. التربه بتشيل الاساس بين الحمل للتربه، لو نقله عن طريق البيرنج بس، لو نقله عن طريق البيرنج بس يبقى ده اسمه بنسميه شالو فاونديشن. لو بينقل عن طريق البيرنج والسايد فريكشن ده هنسميه ايه، هنسميها ديب ايه، ديب فاونديشن. يبقى احنا عندنا انواع الاساسيات شالو وديب. الشالو ديت لو بتنقل عن طريق البيرنج بس، وديب لو بتنقل عن طريق الايه، البيرنج والايه والفريكشن او السايد فريكشن. تمام، انواع الاساسات السطحيه في منها الشالو فاونديشن، في منها الستريب فوتنج، دي شايله حيطه زي ما اتكلمنا قبل كده، ايزوليتد فوتنج والكومبايند والستراب بيم فوتنج والرافت ايه فاونديشن. انواع الديب فاونديشن زي البايلز والكيسنز والبيرز والدريت شافت، في انواع كتير قوي، دي كلها هتلاقيها ايه، هتاخدها ان شاء الله السنه الجايه في سنه رابعه. السنه دي ان شاء الله معانا هتاخد الايه، الانواع بتاعت الايه، بتاعه الشيلف فاونديشن ما عدا الرافت فاونديشن. الرافت فاونديشن برضه هتاخدها السنه الجايه عشان ما فيش وقت السنه دي اللي احنا ايه نشرحها. تمام، يبقى انت السنه دي هتاخد الشيلف فاونديشن كلها ما عدا الرافت فاونديشن. الديب فاونديشن هتاخدها بالكامل السنه الايه، السنه الجايه ان شاء الله. تمام، طيب اختار نوع الاساس حسب ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي شيلف فاونديشن وعندي ديب فاونديشن، اختار نوع الاساس بتاعي على حسب ايه؟ انا بختار نوع الاساس على حسب اول حاجه الماجنتيود والتايب بتاع الايه، بتاع الابلايد لودز. تمام، يعني عندي مثلا مبنى 10 ادوار، هعمل له اساس طبعا غير ما المبنى يبقى 3 ادوار، لو هما الاثنين على نفس نوع الايه، نفس نوع التربه. يبقى الحاجه الثانيه اللي هي نوع التربه نفسها او البريشر اللي التربه تقدر ايه، تقدر تشيله، اللي هي البيرنج كاباستي يعني. تمام، اقصى حمل تقدر التربه تشيله ده اللي هو البيرنج ايه، البيرنج كاباستي. ممكن يكون المبنى بتاعي والتربه تقدر تشيل والحمل بتاع المبنى مش كبير قوي، لكن انا عندي ليميت للسيتلمنت، فالسيتلمنت كمان بيأثر ايه، بيأثر معايا. يعني في بعض المنشآت بضطر ان انا اعمل بايز بالرغم اللي هي السويل تقدر تشيله والحمل مش تقيل، بس عشان اقلل قيمه الايه، قيمه الهبوط، دي اللي احنا بنسميها الاكسبتبل ليفل اوف ايه، اوف سيتلمنت. دي زي مثلا التوربينات، مثلا التوربينات بتاعت محطات الكهرباء، بتلاقي الحمل نفسه على السويل لا مش كبير، يعني ممكن اعملها شلفه فاونديشن عادي، لكن انا عايز ليميت للسيتلمنت مثلا ما يزيدش عن 1.5 مللي مثلا او 2 مللي، ففي الحاله ديت الشلفه فاونديشن مش هتنفع، فبضطر ان انا اعملها ديب ايه، ديب فاونديشن. تمام، بعد كده اللوكيشن بروكسيمتي في ايه، ادجسنت ايه ستراكشر، المنشات اللي حواليا موجوده فين، قريبه ولا بعيده، والحاجات ديت. جراوند ووتر كونديشن، منسوب الايه، منسوب المياه الجوفيه. الكونستراكشن اكسس، والكلام ده احنا قلناه قبل كده، اللي هي ايه، الدخول للموقع، هل اقدر اخش الموقع بسهوله ولا لا. الطريقه بتاعت الكونستراكشن والسايد كونديشن، برضه حاله الايه، حاله الموقع. وبعد كده في الانفيرمنتال فاكتورز اند بيلدينج كود ايه ريكويرمنتس، يعني زي ما قلنا كده اللي هو ايه، الكود بيلزم بعض الحاجات ما اقدرش ايه اعمل ايه، اخرج براها، حتى لو انا ممكن اقل عنها، لا، ما لازم المينيمم عندي هو الايه، الكود ريكويرمنت. تمام، طيب انواع بقى الاساسات السطحيه، دي بقى اللي احنا هنشتغل عليها السنه دي ان شاء الله.
اللي احنا عندنا التريب فوتنج هي شايله حائط زي ما قلنا، هي شايله ايه؟ شايله حائط، او زي ما قلنا برضو في المحاضره ما جينا شرحنا على انواع الفاونديشن وما جينا اتكلمنا في اول البرين كاباسيتي، قلنا هي برضو لو انا عندي اعمده، الاعمده ديت على خط واحد، عندي صف من الاعمده ماشي على خط واحد والمسافه ما بينهم قريبه، ممكن برضه المهم كلهم في ايه، في ستريب ايه، في ستريب فوتنج تمام، اللي هي ايه اساس، اللي هي إيه الشرايح دي، ودي دلوقتي بقت تستخدم كتير بالذات في مثلا شبرا الخيمه والحتت ديت، بتلاقي على طول ايه بيستخدم الشرايح دي تمام. يبقى دي كده اسمها ايه، اسمها ستريب فوتنج. النوع الثاني عندنا اللي هي لو شايله حمل عمود واحد بس ماشي، لو شايله حمل ايه، حمل عمود، دي بنسميها الايزوليتد ايه، ايزوليتد فوتنج. والايزوليتد فوتنج لو هي السمك بتاع القاعده واحد، يعني السمك منتظم بالمنظر ده كده، بنسميها البيت فوتنج تمام، ودي الاكثر انتشارا يعني ماشي. وشكلها بياخد شكل الايه، شكل القاعده، يعني القاعده مربعه هي تبقى مربعه، لو القاعده مستطيله لازم شكل العمود، لو العمود مربع تبقى هي مربعه، لو العمود مستطيل هتبقى هي ايه، هتبقى مستطيله، ما عدا لو العمود دائري. لو العمود دائري انت ممكن تعمل القاعده دائريه، بس احنا ما بنفضلش نعمل قاعده دائريه عشان الشده بتاعتها بتبقى رخمه شويه، فبنعملها قاعده ايه، قاعده مربعه عادي تمام. بعد كده عندنا ممكن نعملها ستيب فوتنج، نعمل القاعده ايه، معمول يبقى ليها ستيب كده. دي بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها لو الحمل بتاع العمود كبير قوي، لو الحمل بتاع العمود ايه، كبير قوي. فانا لو عندي حمل العمود كبير، فايه اللي بيحصل؟ انا عندي القطاع ده البنشنج هو اللي بيقصر، البنشنج هو اللي ايه بيقصر، فبلاقي السكنس هنا كبير قوي. بعد شويه السكنس خلاص انا مش محتاج السكنس ده كله، عشان خلاص البنشنج شير خلاص خلص، والمومنت برده قل، فممكن اقلل السكنس ايه، السكنس شويه. هي مشكلة البتاع دي كويسة ومفروض اللي هي ككميات خرسانة تبقى أقل، بس مشكلتها في الشدة بتاعتها، مشكلتها في الشدة إيه؟ في الشدة بتاعتها بتقرف الناس شوية في الإيه؟ في الشدة. أو ممكن نعملها سلوب إيه؟ سلوب فوتنج، بدل ما أعملها إيه؟ ستيب بالمنظر ده، لا ممكن أعملها إيه؟ سلوب، يعني يبقى هنا السكنس الكبير اللي أنا عايزه عشان مقاومة الإيه؟ المومنت والشير والبنشنج يعني، وبعد شوية كده ببدأ إيه؟ أقل شوية عشان تقل الإيه؟ السلوب تمام؟ مشكلة بس النوعين دول هو الإيه؟ الشدة بتاعتهم، فعشان كده إحنا الأغلب الأوقات بنعملها إيه؟ بالمنظر ايه، بالمنظر ده تمام. خلي بالك برضو هما النوعين دول ساعات ما بنعملهمش الاعلى، بنعملهم الاسفل، يعني في بعض الحالات بتلاقي القاعده بتاعتك العمود واقف كده تمام، والقاعده اهي تمام، وبعمل ستيب لتحت، بعمل ستيب تحت الايه، لتحت. دي احيانا بتتعمل، اتعملت في مستشفى في الشيخ زايد، واتعملت برضو في اسمها ايه، في الداون تاون، في اسمها ايه، في التجمع، بنعملها بالايه، بالمنظر ده، بروح جاي حفر الارض كده بالحته ديت، وراح جاي حاطط فيها التسليح، وبعد كده اطلع اي جزء الايه، العلوي دوت. دي لها مزايا ودي لها ايه، مزايا، احنا من ايه بندي بس الايه، الاشكال يعني، اختيارها بقى دوت هيعتمد على حسب ظروف الموقع نفسه. بعد كده في عندنا الكومبايند ايه، الكومبايند فوتنج. الكومبايند فوتنج عندنا ايه، عندنا قلنا لو حصل تداخل بستخدمها في حالتين، لو حصل تداخل ما بين الاعمده والقواعد بتاعت الاعمده، انا عندي عمود هنا مثلا وعمود تاني هنا تمام، والقاعده بتاعت ده عملت بالمنظر ده كده، والقاعده دي دخلت بالمنظر ايه، بالمنظر دوت، فحصل تداخل ما بين الايه، ما بين الاعمده. لو حصل تداخل ما بين القواعد، في الحاله دي هحتاج ان انا اعمل ايه، كومبايند ايه، كومبايند فوتنج. او زي ما قلنا ان احنا عندنا ايه، عمود ايه، عمود جار، عمود جار دوت، الفاونديشن اللي انا هعملها مش هتبقى ايه، السيجي بتاعها مش هو نفس السيجي بتاع الايه، بتاع القاعده، فبضطر ان انا اربط القاعده الخارجيه دي بقاعده داخليه. لو المسافه ما بينها وما بين القاعده الداخليه في حدود من 5 ل 6 متر، بدل ما اعملها النوع اللي هو ستراب بيم، لا بعملها كومبايند ايه، كومبايند فوتنج، بعملها كومبايند ايه، كومبايند فوتنج. الكومبايند فوتنج الاساس عندي هو ايه، اللي هي السي جي بتاع القاعده اللي هي الكومبايند ديت، يبقى هو نفس السي جي بتاع الحمل. يعني انا عندي مثلا حمل هنا قيمته مثلا 100، والحمل دوت قيمته 100، يبقى مكان تاثير المحصله في النص بالظبط، يبقى السي جي بتاع القاعده لازم يبقى موجود ايه، موجود هنا. طب لو العمود دوت جايب 150 والعمود ده جايب 100، يبقى القاعده هتلاقيها هنا الناحيه دي اكبر شويه، والناحيه دي هتبقى اقل ايه شويه. هو الكونديشن بتاعنا ان السي جي بتاع القاعده هو نفس السي جي بتاع الايه، بحمل او مكان تاثير الايه، المحصله تمام. ده اللي هو ايه، اللي احنا بنعمله في الكومبايند ايه، في الكومبايند فوتنج. في بعض الاحيان بلاقي ان انا مش قادر اعمل الرفافه الزياده دي، شايفين الشكل اللي انا عامله ده، الرفافه الزياده ديت تمام. لو قلت لك هنا انا عندي هنا ايه، هنا حد الايه، حد المبنى او حد الارض بتاعتي، فانا مش هقدر اعمل الجزء الايه الزياده دوت. ففي الحاله دي عشان اخلي السي جي بتاعي برضه متطرف ناحيه شويه كده، ما بعملهاش ايه ريكتانجولر، لا بعملها ايه، ترابوزويدال، بالمنظر ايه، بالمنظر ده. زي ما انت شايف كده انا عندي عمود هنا كبير وعندي عمود هنا صغير، فهتلاقي السي جي بتاعك رايح ناحيه الايه، العمود الايه الكبير شويه، وانا ما عنديش مسافه اللي انا اعمل القاعده بتاعتي مستطيله بالمنظر ده، الحته دي مش موجوده، ما اقدرش اشتغل فيها. فعشان ايه اخلي السي جي بتاعي يتحرك ناحيه اليمين شويه، عملناها اللي هي ترابوزويدال بالمنظر ايه، بالمنظر دوت. ودي هنصممها بالتفصيل وهناخدها في المحاضره الايه، المحاضره الجايه ان شاء الله بالتفصيل يعني تمام. دي كده الاستراب ايه، الاستراب بين فوتنج. قلنا لا الكومبايند فوتنج، لو المسافه بقى ما بين العمود والعمود كبيره اكبر من 5 ل 6 متر،
بضطر ان انا اقول ايه، اقول لا بدل ما اعملها كلها قاعده بسمك كبير، لا هعملها ايه، هعمل دي قاعده منفصله عادي ودي قاعده منفصله عادي، واروح جاي موصل ما بينهم هما الاثنين بكاميرا، الكاميرا دي جزء اللي هي الاستراب بيم ديت. طبعا هي شكلها ما بيبقاش كده، هي الاستراب بيم بتبقى كبيره قوي كده، السمك بتاعها بيبقى ايه، بيبقى كبير يعني. تمام، دي اللي ايه الاستراب، ايه الاستراب بيم. الكومبايند فوتنج والاستراب بيم بيستخدموا تقريبا في نفس الايه الحالات، ما عدا الاستراب بيم. الاستراب بيم كده كده ما بيحصلش تداخل ما بين العمود ده والعمود ده. الكومبايند فوتنج بستخدمها لو حصل تداخل ما بين القواعد، دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه لو عندي عمود جار. الحاله الثالثه لو عندي فرق هبوط وعايز اشيل فرق الهبوط دوت، الكومبايند فوتنج ممكن تشتغل معايا في فرق الايه، في فرق الهبوط. الاستراب بيم فوتنج بستخدمها في حالتين، في حاله عندي عمود جار زي الحاله دي، او الحاله الثانيه اللي انا عندي في فرق هبوط ما بين العمودين، فعايز اخلي الايه فرق الهبوط دوت يقل شويه. تمام، ده كده بالنسبه للاستراب بيم، ايه استراب بيم فوتنج. بعد كده عندنا الرافت، ايه الرافت فاونديشن. الرافت فاونديشن قلنا اللي هي حصيره، الحصيره ديت بتبقى واخده مساحه من ايه الارض كلها، واخده مسطح الارض، ايه الارض كله، ونازل عليها الايه العمدان. تمام، دي كده اللي هي ايه بنسميها لو هي السمك بتاعها يونيفورم، مفيش اي زياده في الايه في السمك تحت اي حاجه، دي بسميها سمبل رافت. لو عملت زياده في سمك القاعده، زياده في سمك القاعده تحت الاعمده، في الحاله دي بسميها ايه ستيفن دي ايه رافت. الرقبه اللي انا بعملها للعمود دي، الرقبه دي بسميها رقبه، بسميها بديستال. البيدستال ديت دي ممكن تكون لاعلى زي الحاله دي، او ممكن تكون لاسفل زي الحاله ايه الحاله ديت. تمام، انا بعملها ليه، بعملها لو انا عندي البانشنج شير كبير قوي، البانشنج شير كبير، فانا مش عايز ايه اعمل القاعده كلها سمكها مثلا متر ونص، لا انا هخلي الحته دي بس هي اللي سمكها متر ونص، وبقيه القاعده سمكها 60 سم مثلا. تمام، فدي بتقلل معايا ايه كميات الايه الخرسانه وكميات الايه الحديد. تمام، دي اللي هي اسمها السمبل ايه السمبل رافت، لو هي السمك بتاعها منتظم. لو السمك بتاعها مختلف او بزود يعني السمك تحت العمدان، دي بسميها ستيفن دي ايه ستيفن درافت. خلي بالك ان الستيفن درافت ديت انا ممكن اعمل البيدستال دي تحت العمود بس، او ممكن اعملها بشكل كاميرا، يعني بقى ايه يبقى في كاميرا رابطه ما بين الاعمده دي كلها كده، السمك بتاعها زياده شويه تحت الايه فوق القاعده. ماشي، دي كده ممكن تبقى كاميرات يعني، عارف زي البانل بيم كده بس في الايه في الرافت من ايه من تحت. ماشي، فدي كده ايه اللي هي بنسميها الستيفن دي ايه الستيفن درافت. اخر نوع عندنا من الاساسات من الرافت فاونديشن اللي هي احنا بنسميها البوي وينت رافت. البوينت رافت هي فيرتشوالي او مثلا ثيوريتيكال يعني نظريا المفروض ان هي ما بتجيبش هبوط خالص على الارض. البوينت رافت دي احنا بنعمل ايه؟ لو انتوا فاكرين المحاضره بتاعت البيرنج كاباستي، لو قلت لك ان انا عندي ايه؟ عندي رافت فاونديشن، عندي الارض اهي تمام؟ وعندي هنا ايه؟ قلت لك ان انا عملت بيزمنت بالمنظر دوت، ورحت جاي عامل الاساس بتاعي رافت فاونديشن كده. رافت فاونديشن بالمنظر ايه؟ بالمنظر دوت. والرافت فاونديشن ديت انا ما ردمتش فوقيها، الرافت فاونديشن ديت انا ما ردمتش ايه؟ ما ردمتش فوقيها. يعني رحت جاي ايه؟ ما ردمتش هنا كده. دي الرافت فاونديشن ايه؟ الرافت فاونديشن بتاعتي. ماشي؟ لو انا ما ردمتش فوق الرافت، لو انا ما ردمتش فوق الايه؟ فوق الرافت. قلنا ان انا كده هقارن الحمل بتاعي متر، بقارنه بالجروس بيرنج كاباستي، صح؟ ماشي يا جماعه، حد يرد عليا. مش زي اللي احنا قلناه في المحاضره بتاعت البيرنج كاباستي المره اللي فاتت؟ اول امبارح؟ انتوا موجودين ولا الناس خرجت؟ ايوه تمام يا دكتور. أيوة تمام، قلناها، قلنا اللي احنا هنا في الحاله دي بقارن السيجما نت، صح؟ بقارن السيجما ايه؟ السيجما نت بقارنها بالبرين كاباستي، صح؟ بس بقارنها بالكيو جروس، كيو الاول ايه؟ جروس. ده اللي احنا عملناه ايه؟ قلنا عليه المره الايه؟ المره اللي فاتت. زي ما قلت لك برضه لنفس تقرير الجسات، انا ما بديكش كيو الاول جروس، انا بدي لك البرين كاباستي. واحنا قلنا البرين كاباستي بالنسبه لنا هي كيو الاول ايه؟ نت، صح؟ مش ده اللي احنا بنعمله؟ انا في التقرير الجسات بديك البيرنج كاباستي، وقلت لك ان انا ما اقول لك بيرنج كاباستي وبس، يبقى اقصد بيها كيو الاوبل نت. طب هو دلوقتي الراجل انا اديت له كيو الاوبل نت، هيقارنها بسيجما نت، يبقى هو كده ايه؟ كده مش صح. فانا بعمل ايه؟ مش دي المفروض الكيو الاوبل جروس المفروض اللي هي بتساوي السيجما نت، اللي السيجما نت يعني بتساوي كيو الاوبل جروس ناقص زائد اللي هي الجامعه واحد في السمشن الجامعه في الدي اف. فانا دلوقتي مديك البيرنج كاباستي اللي هي النت، فانا هنا اروح جاي اعمل ايه؟ السيجما نت دي ما اجي اقارنها بالبيرنج كاباستي، ما اقارنهاش بقى سيجما نت، ده انا باخد السيجما نت ديت اطرح منها الجامعه في الدي اف. فاهمين اللي انا عملته؟ اطرح منها الجامعه في الدي اف واقارنها بالسيجما نت، واقارنها بالسيجما ايه؟ بالسيجما نت. ففي الحاله ديت لو انا قلت لك الاستريس اللي جاي من فوق من المبنى، كان قيمه الاستريس ديت مثلا وليكن هقول لك مثلا هو المبنى بتاعك 10 ادوار. المبنى بتاعك بتاع مثلا كام؟ 10 ايه؟ 10 ادوار. احنا بنقول الدور الواحد بيرمي تقريبا في حدود 1.2 ايه طن. ماشي؟ 1.2 ايه طن.
فنقول مثلا 10 ادوار في 1 2 من 10 طن، يعني ده المفروض الستريس اللي جاي من المبنى هيبقى في حدود 12 ايه 12 طن. وانا قلت لك البيلنج كباسيتي بتاعتك ديت 10 طن لكل متر مربع، ده جايب 12. وقلت لك منسوب التاسيس هنا مثلا المسافه من اول هنا لغايه سطح الارض مثلا دي 5 متر، دي كده ايه 5 ايه 5 متر مثلا. يبقى المفروض المقارنه بتاعتي هتبقى 12 ناقص الاستريس التوتال بقى اللي بيأثر عند الليفل بتاع الاساس، هيبقى قيمته بتساوي 12 ناقص 5 مضروبه في الجامعه بتاعت السويل اللي هي 1 وايه 1.8. فالقيمه دي 12 ناقص 5 في 1.8، 5 في 1.8 اللي هي فيها 9، 12 ناقص 9 فيها ايه؟ فيها 3. الثلاثه دي هي اللي انت هتقارنها بال 10 مش ال 12. ماشي يا جماعه فاهمين؟ ممكن حد يرد عليا؟ فاهمين؟ لو في حد عنده سؤال يقول لي. احنا قلنا ان احنا بنقارن السيجما نت بكيو ال بالجروس. انا في التقرير الجسات مديك البيرنج كاباستي، البيرنج كاباستي اللي هي السيجما نت او كيو ال بالنت. فكيو ال بالنت اللي انا مديها لك اللي هي قوتها بتساوي 10 ديت، ما ينفعش ان انت تقارنها بالسيجما نت بتاعتك. فانت هتاخد السيجما نت دي وتطرح منها الجاما في الدي اف. الجاما في الدي اف اللي احنا حسبناها هنا 5 في 1.8. فيبقى كده التوتال ستريس اللي بيأثر على الرافت قيمته بتساوي كام؟ 3. هو ده اللي هقارنه بالايه؟ بال 10. طب انا لو قلت لك لا ده انا منسوب التأسيس بتاعي مش 5، انا منسوب التأسيس بتاعي كان مثلا 7، او المسافه دي يعني ايه كانت 7. ففي الحاله دي هتلاقي المعادله بتاعتك هتبقى 12 اللي هو ايه الاستريس اللي جاي من المبنى، هنطرح منها 7 متر 1.8 صح، هتبقى القيمه دي كام؟ 7 في 1.8 قول مثلا هتطلع تقريبا في حدود كام؟ في حدود 11 وايه 11 و4 صح. خلينا مثلا ناخد المسافه دي ماشي، هتطلع مثلا بتساوي 7 في 1.8، احسبها كده سريعا 7 في 1.8 هيطلع ب 12 وايه 12 و6. عندي 12 ناقص 12 و6 ناقص 12 وايه و6، يعني الاستريس بتاعك اللي جاي على الرفت سالب 0.6. يعني الاستريس اللي جاي من المبنى مش بيأثر بضغط، ده بيأثر بشد. هو طبعا عمره ما هيأثر بشد ولا حاجه، بس هو اقل من الايه من الاستريس اللي ايه الوزن بتاع الصويل اللي انا شلته. في الحاله ديت في الحاله دي النت ستريس اللي جاي على الـ على الـ على الصويل بيساوي صفر. فهل الصويل دي هيحصل لها هبوط؟ هل الصويل دي هيحصل لها هبوط؟ انتوا معايا؟ يعني الهبوط بيحصل نتيجه ايه؟ الهبوط بيحصل نتيجه الاستريس اللي جاي من المبنى. فانا دلوقتي خلاص المبنى المفروض هو ايه الاستريس اللي جاي من المبنى على الصويل، النت ستريس اللي جاي من المبنى على الصويل قيمته تقريبا بتساوي صفر. فيبقى كده ايه الصويل مش حاسه باي حمل زياده، هي كانت شايله حمل فوقيها 12 وشلت ال 12 وحطيت مكانهم 12 اللي هو الاستريس اللي جاي من المبنى. ففي الحاله ديت الصويل ما بتحسش باي ايه؟ باي حمل ومش هيحصل لها ايه؟ هبوط. في الحاله دي الرافت اللي انا عملتها ديت بسميها بويونت رافت. بسميها بويونت ايه؟ بويونت رافت. اللي هي ايه؟ لبشه، بس اللبشه ديت اللي هي لبشه ايه؟ لبشه طافيه يعني، ماشي؟ في مشكله كده؟ في حد مش فاهم؟ دي احنا بنستخدمها في ايه؟ في المشاريع المهمه قوي، المنشات المهمه قوي اللي انا عايز الهبوط فيها يبقى بيساوي صفر. انا عايز اوصل بقيمه هبوط بتساوي ايه؟ بتساوي صفر للمبنى او قريب جدا من الصفر. في الحاله دي بتستخدم البوينت ايه؟ البوينت رافت ديت. حد مش فاهم؟ طيب كده يبقى احنا عملنا ايه؟ عرفنا الانواع المختلفه للايه؟ للفاونديشن، للشال فاونديشن. في حي في اي حد عنده في اسئله في الشال فاونديشن؟ هو يا دكتور لو جيت وانا بدل ما اطرح من السيجما نت الجاما في الدي اف ورحت جاي محول الكيو ال ليفل نت هي الكيو التيمت جروس، هيحصل فيها مشكله؟ هيبقى هتطلع نوت هتطلع برضه هي نفس الناتج. يعني بص هقول لحضرتك حاجه، انت دلوقتي بتتكلم ايه ان انا في الحاله دي هاخد السيجما نت زي ما هي ب 12 صح؟ هاخد السيجما نت اللي هي ايه ب 12 زي ما هي، بس هاخد البرينكا بس اللي هي ال 10 دي مش هاخدها بقى 10، هقارنها بالسيجما جروس يبقى اخد 10 وازود عليها جاما واحد في الدي اف صح؟ اه يعني هقارن ال 12 بقصادها كام؟ مش 10 بقى، هتبقى 10 زائد اللي هي 12 و6 دي، يعني هقارن ب 22 و6 صح؟ تمام اه. فكأن في ستريس جاي 12 وصول تقدر تشيل كام؟ 22 و6 22 و6. فبرضه هي هي انت برضه وصلت للفاكتور اوف سيفتي بتاعك كبير قوي. بس لو تفتكر اللي احنا دايما لما جينا اتكلمنا قلنا هو البيرنج كاباستي، لما بتكلم احنا بنتكلم عموما بنتكلم بيرنج كاباستي نت ولا الاوبل؟ الاوبل بنتكلم اه نت يعني ولا جروس؟ بالنت بنشتغل دايما نت. والستريس احنا زي ما احنا قلنا بنخلي الراجل يجمع عنده هو جام واحد في الدي اف او يشتغل الحاجات دي، قلنا برضه هنشتغل الستريس ايه نت. فدايما في حسابات الهبوط انا باخد الستريس نت، النت ستريس اللي بيأثر على الصويل، مش باخد الجروس ستريس اللي بيأثر على الصويل. فاهم الفكره؟ لو انت خدت السيجما دي هنا مش هتبقى اسمها سيجما نت، دي المفروض اللي هي الصح بتاعها اسمها سيجما جروس صح؟ تمام
بس احنا قلنا ان هي بتساوي السيجما نت بتساوي السيجما الروس عشان انا ما ردمتش فوق. احنا لما بنيجي بقى نعمل حسابات الهبوط زي ما خدته مع دكتور حازم الترم الاولاني بناخد السيجما نت مش بناخد السيجما ايه؟ مش بناخد السيجما جروس. تمام؟ بناخد السيجما نت مش السيجما ايه؟ السيجما جروس. طيب في حد عنده اسئله ثانيه في البيرنج كاباستي في الشيل فاونديشن او حتى في البيرنج كاباستي لو حد عنده اسئله كده او كده. يا دكتور طب ما حضرتك قلت السمشن جاما 1 في دي اف لما باجي اجيب السيجما جروس والسيجما نت حضرتك قلت السمشن جاما 1 في دي اف دي لما باجي اترحم السيجما جروس دي غير اللي انا بستخدمها في القانون بتاع كيو التم جروس. فهو هنا المفروض الفاونديشن دي يعني شايله حمل اعمده بس ما فيش سويل فوقها فهو مش المفروض النت هي الجروس؟ اه هي النت هي الجروس بس ما تيجي تحسب بقى الاستريس اللي بيأثر على السويل. بص انت دلوقتي ما تيجي تحسب عشان بس انت تبقى فاهم السيجما نت دي ده حمل خارجي جاي من المبنى صح؟ بيأثر على الطوب بتاع ايه؟ بتاع منسوب الفاونديشن. تمام كده؟ انا عايز بقى الاستريس اللي بيأثر على السويل اللي تحت. الاستريس النت الاستريس اللي بيأثر على السويل اللي تحت هيبقى بيساوي كام؟ هل هيبقى بيساوي سيجما نت دي؟ هل هيبقى بيساوي 12؟ يعني انا دلوقتي قلت لك الارض الطبيعيه كانت عند المنسوب ده. الارض عند المنسوب دوت كده عند منسوب ناقص 7 دي كانت شايله حمل قد ايه؟ باشمهندس كان بيسأل كانت شايله حمل قد ايه؟ هي الجاما في الاتش الجاما في 7 متر. اه اللي هي 12 و6 صح؟ 7 في 1 8 صح كده؟ 7 في 1 8 ليه؟ الارض هبطت عليها ولا ما هبطتش؟ يعني الوزن بتاع السويل، السويل خلاص حست بيه وبقى لها مثلا 100 سنه ولا 1000 سنه على الوضع ده ولا لا؟ فخلاص لو هي الاستريس اللي هو السبعه فوق 1 8 اللي هو 12 و6 دوت المفروض اللي هو خلاص الهبوط بتاعه حصل بقى له مثلا مليون سنه، خلاص هو حصل صح؟ جه ده انا شلت الايه الوزن ده ماشي؟ وحطيت مكانه حمل قيمته 12. السويل هتحس بيه هتحس بكام؟ يعني حضرتك دلوقتي كان معاك ايه؟ كنت شايل في ايدك شنطه ماشي؟ الشنطه ديت وزنها 20 كيلو. رحت انا جاي واخد الشنطه منك اللي هي اللي وزنها 20 كيلو ديت ورحت جاي شايل منها ال 20 كيلو وحطيت ايه؟ وحطيت مكانها شلت مكانها شلت 20 وحطيت مكان وحطيت حمل جديد 22. انت هتحس بكام؟ هتحس بال 20 ولا هتحس بس بالاثنين؟ انت هتحس بالزياده الحمل الزياده هتحس بايه؟ بالاثنين بس مش هتحس بال 22 عشان انت اوريدي كنت شايل ال 20. الزيادة اللي هتحسها هي زيادة عن اللي انت كنت شايله اللي هي ايه ايه الاثنين ايه الاثنين دوت. طب انا قلت لك انا دلوقتي كنت انت شايل الشنطة دي 20 رحت انا جاي شايل منها 20 وحطيت مكانها 18 فانت هتحس بزيادة 2 ولا هتحس بماينس 2؟ الحمل عليك يعني زاد ولا الحمل قل؟ الحمل هيقل. فهمت الفكرة؟ السويل لما بيجي يحصل لها هبوط الهبوط بيحصل نتيجة النت ستريس اللي جاية من المبنى مش الجروس ستريس. فالنت ستريس اللي جاي من المبنى هو مش قيمته بتساوي 12 عند الليفل ده هو مش قيمته بتساوي 12. النت ستريس اللي بيجي على السويل هتبقى قيمته بتساوي الاستريس اللي بيجي من المبنى ناقص الجام واحد في الدي اف اللي السويل شايلها قبل ما المبنى يتحط. فهمت الفكره؟ اه فهمت يا دكتور. تمام. طيب في حد عنده اسئله ثانيه؟ قال لك يا دكتور اه اتفضل. لما بنيجي نعمل الرقبه بتاعت العمود ديت يعني واحنا لما بنيجي نعملها لتحت هو دوت طبيعي يعني ولا واحنا كده بنزود اصلا الاستريس زياده على التربه ولا ايه؟ بص هي بتعتمد يعني لا هو لفوق او لتحت ما فيش مشكله كده او كده. يعني احنا مثلا في مشاريع كتير جدا دلوقتي 90% من المشاريع اللي احنا بنعملها دلوقتي بصراحه بنعملها لتحت مش بنعملها لفوق. لفوق انت بتحتاج شده. انت بتحتاج ايه شده؟ زائد ان انت دلوقتي عاوز تمشي الخدمات وليكن مثلا مواسير الصرف وانت عندك الرقبه دي طبعا كده وانا قلت همشي الماسوره هنا. فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الماسوره دي هتخبط في الايه؟ هتخبط في الرقايب صح؟ ما عندكش فير فيس. لكن انت لو عملتها كده هيبقى عندك فير فيس تقدر تمشي فيه الايه؟ المواسير الصرف الكهرباء الكابلات بتاعت التغذيه اي حاجه تقدر تمشيها ايه؟ تمشيها عندك. فعشان كده دلوقتي الاغلب بنعملها لتحت مش بنعملها لفوق يعني. هي مشكله لتحت بس هي الايه؟ اللي احنا محتاج نحفر الاول زي جور كده ونصب الخرسانه ونطلع قشاير بعد كده نعمل شده ونصب الرافت اللي فوق. فبتتعمل على 2 ستيج. فدي بتاخد ايه يعني بتزود معاك مثلا على الاقل 3 ايام هو ده اللي بيخلي الناس ايه بتشتغل ايه بتشتغل لفوق. بس بصراحه عشان هي المزايا بتاعتها كتير اغلب الناس دلوقتي بتشتغلها لتحت مش بتشتغلها لفوق. تمام. يعني لما تبقى رفيعه كده لتحت مش تعملش مشكله في السويل يعني عشان خاطر الاستريس اللي بينزل ما بينزلش يعني. انت قصدك هنا الاستريس عند الحته دي يعني؟ قصدك الاستريس عند الحته دي؟ لا هو الاستريس على السويل مش هيجي في الحته دي بس. الاستريس على السويل هيبقى الحته دي زائد الحته دي زائد الحته دي زائد دي يعني كل السيرفس دوت هيشيل معايا مش الحته اللي تحت بس كله هيشيل في نفس الوقت ففي الاخر هي هتبقى اقل من البرينكارت فما فيهاش قلق ما فيهاش قلق يعني ما تقلقش.
طيب حد عنده أسئلة تانية؟ بعد ما خلصنا الايه الانواع الايه انواع الاسات، في عندنا حاجه بقى اسمها جراوند ايه جراوند بيز. انواع ايه جراوند ايه جراوند بيز. هاي اتفضل. في الاستاد اللي فات مش المفروض السيجما جروس اكبر من السيجما نت؟ ده في الطبيعي مش في الحاله دي. في الطبيعي السيجما جروس بتساوي السيجما نت زائد وزن الردم. طب حضرتك انت قلت هنا السيجما نت ناقص الجاما في الدي اف. تمام. ايوه ليه عملتها كده يعني؟ ايوه نرجع تاني اللي احنا كنا هنقوله من شوية. خلينا نفتح البتاعة دي. لو انا جيت قلت لك دلوقتي يا باشمهندس انا مدي لك في المعادلة بتاعتك قلت لك البيرنج كاباستي، صح؟ مش انا بديك البيرنج كاباستي، قلت لك البيرنج كاباستي بتاعتك كانت قيمتها بتساوي 12 بتساوي 10 ماشي طن لكل متر مربع. ده انا اديتها لك ايه؟ البيرنج كاباستي. اقصد ايه بالبيرنج كاباستي دي؟ يا باشمهندس اقصد ايه بالبيرنج كاباستي؟ كيو لاب النت ولا كيو لاب الجروس؟ انا بسالك يا باشمهندس. كيو ال او النت. كيو ال او النت صح. وقلت لك الاستريس بتاعك الاستريس اللي جاي من المبنى ماشي كانت قيمته بتساوي 12 طن لكل متر مربع. 12 طن لكل ايه؟ متر مربع ماشي. انت بالشكل كده لو قلت لك البيرنج كاباسيتي بتاعتك ب 10 والاستريس اللي جاي من المبنى، قلت لك المبنى بتاعك 10 ادوار، 10 في 12 بكام؟ 10 في 1 10 ادوار، وقلنا الدور بيرمي حوالي 1 و2 ل 1 و3، هنقول مثلا لو هو مبنى سكني عادي فقول 1 و2 مثلا، في 1 و2 في 10 يعني 12 طن لكل متر مربع. دي سيف ولا ان سيف الشكل ده؟ الاستريس يا باشمهندس 12 طن لكل متر مربع، الاستريس الخارجي 12 طن لكل متر مربع، والبيرنج كاباسيتي بتاعت السوق 10 طن لكل متر مربع. دي سيف ولا ان سيف؟ اول ما بوصل لها كده استريس اكبر من بيرنج كاباسيتي يبقى القعدة سيف ولا انسيف؟ انسيف صح؟ باشمهندس اللي سألتني انا بسألك يعني حضرتك ترد عليا تمام؟ هي كده انسيف صح؟ من غير ما اوريك اي حاجه من نوع الاساس ولا اي حاجه دي المفروض هي انسيف صح؟ طب انا رحت جاي قلت لك ايه بقى؟ قلت لك لا ده انا عندي الاساس بتاعي ادي الارض الطبيعيه اهيت، دي الارض الايه؟ دي الارض الطبيعيه. الارض الطبيعيه ديت انا جيت فيها ورحت جاي قلت لك انا عندي منسوب التاسيس هعمل دورين بدروم. هعمل دورين ايه؟ دورين بدروم. عملت دورين بدروم اهو المنظر دوت، فالرفت بتاعتي مش هتتعمل على وش الارض، يعني هنا انا فرض ان الرفت هتتعمل على وش الارض، لا هنا عملت دورين بدروم فالرفت اتعملت عند منسوب سالب 7. عند منسوب سالب كام؟ سالب 7. الرفت عند منسوب سالب ايه؟ سالب 7. انت ردمت هنا ولا ما ردمتش؟ ما ردمتش، يبقى ما فيش جامد ايه. ده ما فيش ده بدروم، ما فيش ايه؟ ما فيش رد صح؟ فيبقى كده بقى الايه الاستريس اللي بيأثر عندك. احنا لما بنيجي نقارن لو انت فاكر في المعادله المره اللي فاتت او ما اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا احنا بنقارن السيجما نت صح؟ صح بقارنها بايه؟ بكيو ال او بالنت، مش ده اللي احنا بنعمله؟ احنا قلنا لو ما فيش رد ما يبقى بكيو ال او بالجروس. لا 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 احنا ما قلناش كده. بص يا باشمهندس القاعده بتاعتنا احنا قلنا السيجما نت بنقارنها بكيو ال او بالنت، دي القاعده تمام؟ ما فيش اختلاف فيها. او السيجما جروس بقارنها بكيو ال او والجروس صح؟ دي قاعده احنا قلناها، احنا ما قلناش حاجه غير كده. السيجما نت بقارنها بكيو ال او والنت، او السيجما جروس بقارنها بكيو ال او والايه؟ جروس صح؟ طب انا عندي دلوقتي بقول لك الجروس ستريس اللي بيأثر هنا قيمته بتساوي كام؟ هو السيجما نت صح؟ هو ال 12 دي مش ده بالنسبه لي هو الجروس؟ يعني الاستريس ده جروس ولا نت؟ الاستريس ده اللي هو 12 طن كل متر مربع ده، ده ستريس جروس ولا ستريس نت؟ ده دلوقتي هتبقى نت. لا هو لما حسبتها في الاول كنت حاطط في دماغي اللي هي نت صح؟ لكن بعد الشكل دوت كده دي بقت جروس ولا نت؟ ال 12 طن كل متر مربع دهيت الستريس التوتال بتاعت المبنى اللي بيأثر عند الليفل ده، الستريس توتال اللي بيأثر عند الليفل ده قيمته بتساوي كام؟ بتساوي الاستريس اللي جاي من المبنى زائد وزن الردم صح؟ الاستريس اللي جاي من المبنى اللي هو 12 زائد وزن الردم اللي هو صفر. يعني احنا لو جينا قلنا الجروس ستريس اللي بيأثر على الايه؟ على السويل قيمته هتبقى بتساوي كام؟ بتساوي 12 اللي هي النت ستريس يعني زائد الصفر صح؟ تمام. 12 زائد الايه؟ زائد الصفر. يبقى السيجما جروس عندك هتبقى قيمتها بتساوي كام؟ بتساوي 12. في مشكله كده؟ لا. طيب البيرنج كاباسيتي اللي انا مديها لك ديت مديها لك نت ولا جروس؟ دي مديها لك نت. نت. صح؟ صح. النت اصلا بتساوي ايه؟ النت دي اللي هي بتساوي ايه؟
مش بتساوي، بص السيجما بروس مش هي المفروض اللي هي بتساوي الجاما اللي هي بتاعت السيجما نت زائد الجاما 1 في الدي اف صح اللي هي بصفر دي بقى السيجما بروس. انا معايا دلوقتي كيو الاول نت، عايز اجيب من كيو الاول نت ديت اجيب منها كيو الاول جروس. كيو الاول جروس هتبقى بتساوي ايه؟ مش بتساوي كيو الاول نت زائد الجاما 1 في الدي اف صح؟ صح يا باشمهندس؟ تمام. طيب الجاما 1 في الدي اف ديت ده وزن الردم الداخلي ولا وزن الردم اللي بره؟ احنا اكدنا عليها في المحاضره اللي ما بخش في المعادله بتاعت البيرنج كاباستي، الجاما 1 في الدي اف هي الجاما 1 في الدي اف اللي فوق القاعده ولا اللي جنب القاعده؟ اللي جنب القاعده. اللي جنب القاعده، فالجاما 1 في الدي اف ديت موجوده ولا مش موجوده؟ موجود. موجوده، اللي هي قيمتها هتبقى بتساوي كام؟ القيمه دي اللي هي بتساوي 1.8 مثلا، لو قلت لك الجامعه بتاعت الصوره 1.8 فالارتفاع بتاعك مثلا اللي هو منسوب التاسيس اللي هو الايه؟ لغايه 7 صح؟ صح. هتبقى بتساوي كيو الاول نت على او كيو الاول نت يعني زائد 1.8 من 10 في ايه؟ في 7. دي المفروض اللي هي كيو الاول جروس اللي انا هقارنها بالسيجما جروس، لان دي المفروض اللي انا هقارنها بتساوي 12 صح؟ انا البيرنج كاباستي عندك مديها لك بكام؟ البيرنج كاباستي مديها لك ب 10 صح؟ زائد 1.8 في 7، بدل ما اخلي زائد 1.8 في 7 لا هقول هتبقى بتساوي 1.8 في 7 دي هتروح بعد الايه علامه يساوي بالناقص وزائد 12. اه يبقى كده بقارن، يبقى كده انا بقارن جروس مع جروس او نت مع نت كده. خلاص انا قارنت النت دي مع النت اللي موجوده ايه اللي موجوده هنا، النت في الحاله دي هتبقى بتساوي 12 ناقص 1.8 من 10 في 7. فهمت الفكره؟ تمام. تمام، حد مش فاهم كده؟ طيب في حد عنده اسئله يا جماعه؟ خلاص كده احنا خلصنا الايه انواع الايه انواع الاساسات. تمام، انواع الايه انواع الاساسات السطحيه. بص الاساسات السطحيه لما بنيجي نشتغل معاها فيها لازم بنعمل معاها كمرات، لازم بنعمل حاجه اسمها جراوند ايه جراوند بيمز. الجراوند بيمز ديت بنحطها يا اما ايه زي ما قلنا كده مثلا في الاستراكشر او في الخرسانه، لو حضرتك مثلا عندك بلاطه فالبلاطه ديت انت بتحتاج ان انت تحط شويه كمرات عشان تنقل الحمل بتاع البلاطه للعمود صح؟ احنا برضو في السويل نفس الايه نفس الحكايه، انا بحتاج ان انا استخدم جراوند ايه جراوند بيمز. الجراوند بيمز ديت او الكمرات الارضيه الكود بيلزمني ان انا لازم استخدمها في بعض الحالات ماشي، وفي حالات تانية انا لازم اعملها فانا ملزم ان انا ايه اشتغل ايه اشتغل عليها. انواع جراوند بيمز عندنا ثلاثه، اول حاجه اللي هو السمل تمام الايه السمل، تاني حاجه اللي هو الطاي بيم، وتالت حاجه اللي هي الاستراب ايه الاستراب بيم. دول الثلاث انواع بتوع الايه جراوند ايه جراوند بيمز. الجراوند بيم ممكن نبقى اسملات او طاي بيم او استراب ايه استراب بيم. يعني ايه سمل؟ السمل انا بعمله عشان يشيل ايه وزن حيطه. يعني لو جيت دلوقتي قلت لك اللي انا عندي ايه عندي معماري بتاع مبنى، المبنى بتاعي موجود بالمنظر ده ماشي، ده الايه ده المبنى بتاعي وفي هنا عمود هنا وفي عمود كده في عمود هنا في عمود مثلا ايه هنا في عمود مثلا كده ماشي. وجيت قلت لك انا الدور الارضي عندي عندي هنا كده في ايه في حمام، حمام بالمنظر ده اللي انا رسمته في الاخر ده دي الحيطان بتاعت الحمام ماشي. فالعمود ده عملت له قاعده ادي القاعده بتاعته اهي، العمود ده عملت له قاعده ادي القاعده بتاعته ايه اهي. طب الحيطه بقى بتاعت الحمام اللي في الدور الارضي دي شايفين الحيطه دي هتتبني على ايه؟ هتبقى من اول هنا لغايه هنا هي مبنيه على الايه على القاعده، لكن في الحته اللي هي الزياده دي الحته الزياده دي هتتبني على الارض صح؟ ينفع ان انا ابني حيطه طوب حيطه الطوب ديت جزء منها على قاعده او جزء منها على خرسانه وجزء منها على طوب؟ ينفع؟ مش هينفع. ليه؟ عشان الجزء اللي المفروض اللي هو محطوط على القاعده ده مش هيحصل له هبوط خالص، والجزء الثاني اللي هيتعمل على السويل ده هيحصل له هبوط كبير قوي، فهتلاقي شايف الحته دي المنطقه دي كده هتشرخ، الحته دي كده هتشرخ وتتكسر، المنطقه دي كده هتشرخ وايه وتتكسر صح؟ فعشان كده بنقول ايه بنقول لا في الحاله دي انا عندي ما اقدرش اعمل ايه اعمل الحائط ديت كده في الهواء، لا انا بروح جاي اعمل ايه الكاميرا، بروح جاي عامل كاميرا من هنا لهنا وعامل كاميرا من هنا لايه من هنا لهنا، وابدا ابني الحيطان الطوب بتاعتي فوق الكاميرات دي، دي بسميها سميل. يبقى السميل اللي بتتعمل ليه؟ السميل اللي بعملها عشان تشيل وزن ايه وزن الحوائط بتاع الدور الارضي ماشي، وزن الحوائط بتاع الدور الايه الدور الارضي. في مشكله كده في السميل دي كده الايه السميلات. السميل انا ممكن احطها يعني لما اجي بقى انفذ السميلات دي ممكن احطها في نفس منسوب القاعده، انا شايف هنا ادي الفوتنج اهيت وادي الفوتنج اهي تمام، اللي هي الفوتنج بتاع العمود ده والفوتنج بتاع العمود ده. السميل ممكن احطه في نفس منسوب الايه نفس منسوب القاعده ماشي، او ممكن احطه فوق منسوب القاعده على الطوب ايه على الطوب فيس بتاع الايه بتاع القاعده ماشي، احطها فوق الايه فوق القاعده كده، او ممكن احطها تحت الايه
من تحت الارض على طول. يعني انا دلوقتي هعمل مثلا حيطه بتاعته، وانا عندي مثلا في ردم مثلا، يعني زي مثلا كان عندنا محطه رفح كانت بتعمل حته اسمها عزبه العرب ناحيه ناحيه منشاه مصر كده، فكان عندنا ردم، الردم دوت كان عمقه 12 متر. فهو الاستشاري وقتها كان قال ايه، كان الهيئه الامنيه قالوا لا احنا هنحفر ال 12 متر وهنعمل الاوعاد بتاعتنا على الارض الطبيعيه على عمق 12 متر، وعملنا عمود، العمود ده طلعناه لغايه ما وصل ايه لوش الارض. يعني احنا عملنا الاوعاد دي على عمق 12 متر، فعملت عمود كده. بعد كده في الاخر انا عايز ابني بقى الحوائط بتاعت مين؟ بتاعت محطه الرفع نفسها. فالحوائط دي المفروض ان انا اخليها تتبني من الاول لغايه الاخر، ولا مش محتاجه غير هي في الجزء العلوي بس، انا محتاج الحوائط في المنطقه دي بس. فرحت جاي اعمل ايه، عملت الجراوند بيم في منسوب عالي كده عشان تقدر تشيل ايه، تشيل الحوائط دي. كل اللي تحت ده انا مش محتاجه في حاجه، فده عملتها ايه في منسوب اعلى كده. يبقى احنا بنقول السمال بنعملها عشان تشيل وزن ايه، وزن حائط، ممكن احطها في نفس منسوب القاعده، او احطها على ايه، على السطح العلوي بتاع القاعده، او احطها فوق منسوب القاعده ايه زي ما احنا حاطينه كده تحت منسوب الارض على طول. تمام، دي كده اللي احنا بنسميها ايه، السمال. في حد عنده مشكله في السمال؟ في حد عنده مشكله في السمال؟ طيب بعد ما خدنا السمالات عندنا في حاجه اسمها الطاي بيم. ايه هي الطاي بيم؟ الطاي بيم ديت دي المينيمم الكود بيلزمني ايه، بيلزمني بيها. الكود المصري عندنا او اي كود، حتى كود الاوروبي، كود الامريكي، كل الاكواد بتقول لك ايه، بتقول لك ان انت لو عندك قاعده، لو انت عندك ايه، لو انت عندك قاعده قاعدتين مع بعض، القاعده ديت لو انت مش مسمم القاعده اللي هي تشيل الاحمال بتاعت الزلازل، ماشي، يبقى لازم تعمل كمره جاسئه تشيل هي حمل الزلازل. تمام، نعيد تاني. الكود المصري بيقول ايه، بيقول انا دلوقتي رحت جاي عامل المبنى بتاعي، عملت قاعده كده، ماشي، القاعده دي شايل عمود، وعملت قاعده هنا، القاعده دي هي كمان شايله ايه، شايله عمود، وعملت قاعده هنا شايله ايه، شايله عمود. القاعده اللي هي شايله العمود ديت، العمود مفروض المبنى هيجي عليه حمل زلازل. هل انت مصمم القاعده دي على فيرتيكال لود بس، ولا مصممها على فيرتيكال لود وهوريزونتال لود وبندنج مومنت؟ القاعده دي لو انت مصممها على فيرتيكال لود بس، يبقى انت كده ما خدتش تاثير الزلازل معاك، يبقى انت ما خدتش تاثير الزلازل ايه معاك. تمام، لو انت ما خدتش تاثير الزلازل معاك في تصميم القاعده، يبقى لازم تربط القاعده دي في الاتجاهين بكاميرا جاسئه، لازم تربطها في الايه، في الاتجاهين بكاميرا جاسئه، اهي تربطها في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده بكاميرا جاسئه زي ما احنا ايه شايفين كده. الكاميرا الجاسئه دي هي دي اللي هي اسمها طاي بيم، دي اللي الكود بيلزمني ايه بيها لو انت ما صممتش القاعده على الايه، على الزلازل. تمام، يبقى احنا قلنا الاستمال ده عشان يشيل ايه، يشيل وزن حائط، ده بيربط القواعد ببعضها عشان ايه، عشان الزلازل. تمام، دي اللي اسمها ايه، الطاي بيم، زي ما احنا شفنا كده. القاعده دي عشان اخليها ايه، احقق شرط الكود بتاعها، ربطتها في الاتجاه ده وربطتها في الاتجاه ده. القاعده دي عشان احقق برضه شرط الكود، ربطتها في الاتجاه ده وكمان هربطها في الاتجاه ايه، في الاتجاه ده. والقاعده دي برضه نفس الحكايه، هربطها في الاتجاه ده وفي الاتجاه ايه، في الاتجاه ده. دي كده الاربع ايه، الاربع قواعد، ربطتهم في الاربع ايه، في الاربع اتجاهات. اللي انا عملتها هنا دي اسمها طاي بيم، دي اسمها طاي ايه، طاي بيم. طيب الطاي بيم بعملها عشان تشيل حمل زلازل، صح؟ السمل بعملها عشان تشيل ايه، حمل ايه، حمل حائط. تمام، طيب نرجع تاني بس للسملات. احنا قلنا ان هي بتشيل حمل حائط، صح؟ تعرف تصممها ما تعرفش. يعني لو جيت في الامتحان وقلت لك ان انا عندي سمل، السمل دوت رابط ما بين قاعدتين، المسافه ما بين القاعدتين دول 5 متر، المسافه بين القاعدتين دول 5 ايه، 5 متر، وعملت سمل، السمل دوت عشان يشيل حائط نص، عشان يشيل حائط الحائط دوت سمك الحائط 25 متر، 25 سنتي، ماشي، وارتفاع الحائط 4 متر ونص، ارتفاع الحائط 4 متر وايه، 4 متر ونص. وقلت لك صمم لي الكاميرا دي، الكاميرا ديت انا قلت لك اللي هي المسافه من العمود، من العمود للعمود، قلت لك اللي هي 5 متر، فاكر ايه، 5 ايه، 5 متر، شايله حيطه فوقيها، شايله حيطه فوقيها، الحيطه ديت ارتفاعها 4 متر ونص، وسمكها في الاتجاه الثاني 25 سم، 25 ايه سم. تقدر تصمم الكاميرا دي ولا ما تقدرش تصمم الكاميرا دي؟ الكاميرا السمل، السمل لما تيجي تصممه بتصممها كانها ايه، سمبل ايه، سمبل سبورتد بيه، ماشي. الحمل بتاعها هو نفس حمل الحائط، وزن الحائط. لو انا قلت لك مثلا الجامه بتاعت الطوب اللي انت هتستخدمه، هنقول مثلا اللي هو طوب ايه، طوب طفلي، فهنقول مثلا الجامه بتاعته 1.8، 1.8 من 10 طن لكل متر مكعب. دي الجامه بتاعت الايه، بتاعت البريك، دي الجامه بتاعت الايه، بتاعت البريك، 1.8 من 10 طن لكل متر مكعب. انا دلوقتي عايز اجيب الاستريس بقى اللي بيأثر هنا، هيبقى قيمته بتساوي كام؟ ممكن حد يجاوب؟ الاستريس اللي هو دبليو ده هيبقى قيمته بتساوي كام؟
2 ونص في 4 ونص في الجامع. اللي هي بالظبط كده اللي هي 1.8 دي اللي هي الجامع في سمك الحائط اللي هو 0.25 اللي هي عشان هي ربع طوبة صح؟ في الارتفاع بتاع الحائط اللي هو 4 متر وايه؟ 4 متر ونص. دي اللي هي ايه؟ الدبل اللي بتأثر على الايه؟ على الكاميرا دي. احنا قلنا الكاميرا دي هنصممها كأنها سمبل سبورت، تقدر تجيب المومنت ولا لأ؟ المومنت عندك هيبقى بيساوي كام؟ الدبليو دي مضروبة في ال سكوير على كام؟ على 8. يعني الدبليو اللي انت حسبتها من هنا ديت في ال اللي هي 5 متر تربيع على كام؟ على 8، منها تقدر تجيب المومنت. عندك مومنت في الحالة دي هتروح جاي عامل ايه؟ هتجيب الار التيميت، من الار التيميت هتجيب الايه؟ هتجيب الميو، وخلاص كده انت تقدر تصمم الكاميرا ايه؟ الكاميرا دي. طلع لك مثلا تسليح الكاميرا دي، الكاميرا دي طلعت لك مثلا انت عايزها 25 ماشي؟ في مثلا هنقول 40 مثلا ماشي؟ الكاميرا بتاعتك طلعت 25 في 40 وطلع لك التسليح بتاعك مثلا 3 فاي ايه؟ 3 فاي 12 مثلا، 3 فاي ايه؟ فاي 12، ده اللي انت طلعته ماشي؟ في ملحوظة عندنا، أول حاجة الملحوظة ديت إن إيه؟ إن سمك السمل اللي هو الدبس بتاع السمل، ارتفاع السمل ما يقلش عن 40 سنتي. لما تيجي تشتغل ما تقللش الايه السمل عن 40 ايه؟ عن 40 سنتي، ما تعملش جراوند بيم اقل من 40 سنتي. ماشي؟ ده سمك الايه؟ جراوند ايه؟ جراوند بيم. عرضها لا ممكن يوصل لغايه 12 سنتي مفيش مشكله، بس بيفضل ان هو لا يقل عن ايه؟ عن 15 ايه سنتي. التسليح بتاعها لا يقل عن 3 فاي 12، لا يقل عن 3 فاي ايه؟ فاي 12. طلعت انت التسليح ده هو 3 فاي 12، التسليح ده المفروض تحطه فوق ولا تحطه تحت؟ 3 فاي 12 اللي انت جبتها دي تحط فوق ولا تحت؟ المفروض تحط تحت صح؟ بالظبط المفروض يتحط تحت. الكود بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لا بتحط فوق زي تحت. يعني 3 فاي 12 ديت بتحط تحت وفوق زي بعض، هتحط هنا 3 فاي 12 تحط هنا 3 فاي 12. طب انت كده صممتها وطلعت 3 فاي 16، هتحط 3 فاي 16 تحت و3 فاي 16 فوق. الكود بيقول لك التسليح بتاع جراوند بيمز منتظم علوي زي سفلي. الكلمه دي ايه؟ الكلمه دي مهمه، تسليح بتاع السيميلات منتظم علوي زي ايه؟ زي سفلي. اتفقنا؟ حد مش فاهم؟ نعيد تاني؟ ماشي يا جماعه نعيد تاني ولا خلاص كده؟ يبقى انت دلوقتي حسبت التسليح بتاعك 3 فاي 16 او 3 فاي 20، هتحط 3 فاي 20 تحت و 3 فاي 20 ايه؟ فوق. طب ليه بقى؟ يعني ليه الكود قال حط لي حديد فوق وحديد تحت زي بعض في الثلاث في السيميلات؟ عشان هيحصل هبوط. عشان ايه؟ ايوه بالظبط، مش شرط ان هو يحصل تفرنشال سيتلمنت، هو لو حصل سيتلمنت عموما عارف القاعده دي لو هبطت 1 سنتي والقاعده دي هبطت 1 سنتي هتلاقي في الاخر الكاميرا دي بدل ما هي كانت بتنزل لتحت لا بقت تقبل ايه؟ تقبل فوق، بقت شكلها حاجه عامله كده صح؟ عشان الجزء اللي تحت ده مش هي ايه؟ مش هيهبط، فدي هتهبط هتحصل لها ديفليكشن بالمنظر ده، فهتلاقي التنشن بتاعك علوي كده في الجزء اللي فوق، فعشان كده كود قال ايه؟ قال لا انت في الحاله دي حط له علوي زي ايه؟ زي سفلي، قمت بتساوي كام؟ المينيمم بتاعك اللي هو 3 فاي كام؟ 3 فاي 12، مش مشكله كده؟ ماشي؟ طيب هو بص الكود ما قالش مينيمم ستيل، الكود ما قالش المينيمم ستيل كام؟ هو قال المينيمم ديبس بس، المينيمم ديبس 40 سم، لكن ما قالش المينيمم ستيل. المينيمم ستيل هو في لبعض الناس يعني في بعض الايه؟ بعض المقاولين وكده بيعملوا لك 2 ايه؟ 2 تي 12، بس بصراحه انا ما بفضلش ان احنا نستخدم 2 تي ايه؟ تي 12، انا بفضل ان هي تبقى 3 تي ايه؟ 3 تي 12. ماشي؟ ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للجراوند بيم. دي كده بالنسبه لاول نوع اللي هو الايه؟ السمل. يبقى السمل اللي احنا بنصممه على وزن الايه؟ وزن الحائط زي ما احنا خدنا دلوقتي ماشي؟ وممكن احط السمل دوت في نفس منسوب القاعده او فوق الايه؟ الوش العلوي للقاعده او على ايه؟ على مسافه من ايه؟ من وش القاعده زي المنظر اللي احنا ايه؟ راسمينه دوت. في مشكله لغايه دلوقتي؟ ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للسمل. تاني نوع عندنا اللي هو الطاي ايه؟ الطاي بيم. الطاي بيم دوت قلنا اللي هو عباره عن ايه؟ قلنا اللي انا لا حتى لو انا مش محتاج سمل الكود بيقول لي اللي انت لازم تربط القاعده المنفصله لو هي قاعده منفصله، خلي بالك الكلام كله على القاعده المنفصله، لازم اربط القاعده المنفصله في اتجاهين بكاميرا جاسئه، بكاميرا ايه جاسئه. الليمت بتاع الكود اللي هي الكاميرا الجاسئه ديت هي دي اللي احنا بنسميها الطاي ايه؟ الطاي بيم. طب الطاي بيم بقى بتصمم على ايه؟ الطاي بيم الكود هو اللي قايل برضه، يعني الكود هو اللي حاطط الايه؟ القيمه بتاع التصميم عشان هو اللي طلبها. قال ايه؟ اللي انا لو عندي عمود هنا وعندي عمود هنا ماشي، والطاي بيم رابطه ما بين العمود ده والعمود ده، الطاي بيم رابطه ما بين العمود ده والعمود ايه؟ العمود ده، العمود ده جاي عليه مثلا 120 طن، العمود ده جاي 120 ايه؟ 120 طن، والعمود دوت جاي عليه مثلا 80 طن. الكود قال ايه بقى؟ قال بتصمم الكاميرا اللي هي الطاي بيم دي على 10% من الحمل الاكبر للاعمال اللي هي رابطه بينهم. انا دلوقتي رابط ما بين قاعدتين، القاعده دي 80 طن
والقاعده ديت 120 ايه 120 طن، بيقول اللي انت بتصمم الكاميرا دي على حمل اكسل، ماشي، على حمل ايه اكسل، تنشن وكمبريشن، قيمته بتساوي 10% من الحمل الاكبر للعموديه، العمود ده 80 والحمل العمود ده 120، فباخد 10% منهم يعني 12 ايه 12 طن، بصمم الكاميرا دي على 12 ايه على 12 طن، مره كومبريشن ومره تنشن. الكومبريشن هيجيب لك ابعاد الخرسانه، التنشن هيجيب لك الايه التسليح، في مشكله كده؟ وبرده بنفس الكونديشن اللي احنا عملناه في الايه في السيميليت، اللي هو برده الايه الابعاد بتاعت الكاميرا ما تقلش عن 25 في 40، والبتاعت او ما تقلش يعني الدبس بتاعها ما يقلش عن 40، العرض ممكن تعمله 15 ماشي، الدبس 25 في الايه في 40، والتسليح بتاعك برده بقى كله عن 3 12 فوق و3 12 ايه و3 12 تحت، في مشكله كده؟ اه. في برده في شرط مهم، ان عرض الكاميرا لا يقل عن العرض الاصغر للعمود، لا يقل عن العرض الاصغر للايه للعمود، يعني انا مثلا العمود ده عامله مثلا 20 في ايه في 40، والعمود دوت مثلا عامله ايه 25 في ايه في 60، فيبقى عرض الكاميرا دي ما يقلش عن ايه عن 20، اللي هو العرض الاصغر للايه للاعمده اللي هي رابطه ايه رابطه ما بينهم، تمام؟ يعني ما ينفعش تعملها لي 15 وانت عندك عمود عرضه 20 سم في الايه في الاعمده دي، ماشي؟ ده كده تصميم الايه التايبين. يبقى التايبين بتتعمل في ايه؟ بتتعمل بيتصمم عن طريق 10% من الحمل الاكبر للعمودين، ماشي، وبتصمم كتنشن وايه وكمبريشن، دي كده الطي ايه الطيبين. طب مكانها، مكانها انا ممكن احطها في نفس منسوب القاعده، ممكن احطها في نفس منسوب الايه في نفس منسوب القاعده، او احطها فوق القاعده على طول، او احطها فوق القاعده ايه فوق القاعده على طول، لكن الطيبين ما ينفعش تتحط هنا، الجزء ده من الشكل او الشكل دوت ما ينفعش اعمل فيه الطي ايه الطيبين. الطيبين بتاخد الحمل الزلازل اللي جاي على الايه على القواعد، فلازم تبقى لازقه في القاعده، ما ينفعش ليه تبقى بعيده عن القاعده بالمنظر ايه بالمنظر دوت، في مشكله كده؟ حد مش فاهم؟ طب في حد عنده اسئله في الطيبين والسمل؟ ممكن حد يرد عليا؟ في حد عنده اسئله في الطيبين او السمل؟ دكتور هو الطيبين بس لو انا ما عنديش سمل في الجزء ده؟ لو انت عندك بقى ايه، لو انت عندك سمل، يعني انا دلوقتي عندي كاميرا هنا ماشي، يعني انا دلوقتي رحت جاي حاطط عمود اهو عمود اهوت، وانا حاطط كاميرا هنا عشان في حيطه هنا، هل الكاميرا دي ممكن اشغلها طيبين؟ هي سميل، انت عاملها سميل عشان تشيل حائط صح، فهل ممكن تستخدمها كمان كتاي بيم؟ اه ممكن تستخدمها كتاي بيم، تمام، بس بتعمل ايه بقى، بتصممها على الحمل الرأسي اللي جاي من الايه من الحائط ده الايه ده الحمل الاساسي بتاعك، وبتشيك عليها على كانها تاي بيم، يعني الكاميرا دي انت صممتها كانت 25 في ايه في 40 ماشي مثلا، والتسليح بتاعها 3 في 12 فوق و3 في 12 تحت، وانت عاملها كانها سميل، هروح اشوف الحمل بتاع الاعمده، ده الحمل بتاع العمود ده كام؟ 120، والحمل بتاع العمود ده كام؟ 80، 10% من الاكبر فيهم 12 طن. لو انا قلت ال 3 في 12 ديت بقى 3 فوق و3 تحت يعني 6 في 12. ال 6 في 12 دول يقدروا يشيلوا ال 12 طن ولا ما يقدروش؟ انت بتصممها كانها طاي، فانت بتقول ايه؟ بتقول اللي هي اللود اللي جاي عندك دوت بتضربه في 1.5 وتقسمه على الايه؟ الاف فيلد على جاما اس، صح؟ الاف فيلد على جاما اس 3.6 على 3.6 على 1.5 يعني هتبقى تقريبا فيها 1 ايه 2.4 يعني السيخ مش 2.4 ماشي، انت عندك 6 سيخ، 6 سيخ في 2.4 يعني عندك تقريبا هتطلع في حدود كام؟ في حدود مثلا 14 وايه 14 و4 ايه طن، يعني ال 6 سيخ هيشيل 14 وايه و4 طن، والحمل اللي جاي عندك كتن جايب 12 هتضربه في 1.5 يعني جايب كام؟ 18، انت عايز الحمل 18 طن وال 6 سيخ هيشيل لك 16 14 طن بس، يبقى 6 في 6 في 12 اللي انت استخدمتها دي في السميل تنفع تشتغل كطاي بيم ولا مش تنفع؟ انت معايا يا باشمهندس؟ لا المفروض يعني مش تنفع، يبقى هتحتاج ان انت تزودها صح؟ يا اما تخليها 4 في 12 فوق 4 في 12 تحت بحيث ان هم يعدوا ال 18 طن اللي هو ايه جايبين جايين تنشن، او ايه؟ او تخليهم مثلا 3 في 16 فوق 3 في 16 ايه تحت، ماشي؟ يعني انت ايه، انت ممكن تستخدم السميل كانها طاي بيم، بس لازم تشيك عليها هل هي تستحمل الحمل بتاع طاي بيم ولا لا؟ ماشي؟ تقدر تشيله خلاص، يبقى انت كده تقدر ايه تقدر تشغلها كانها ايه كانها سميل، اتفقنا؟ يعني السميل والطيبين ممكن يشتغلوا مع بعض مفيش مشكله خالص، نفس الكاميرا تشتغل كانها سميل وتشتغل كانها طيب ايه طيبين. اخر نوع بقى عندنا اللي احنا خدناه قبل كده، اللي احنا لسه شرحناه دلوقتي وشرحناه قبل كده من 3 محاضرات، اللي هو الاستراب ايه الاستراب بيم. الاستراب بيم بنستخدمها ليه؟ الاستراب بيم بنستخدمها ليه؟ لو في فرق هزوم او فرق هبوط. بالظبط كده، لو عندي فرق هبوط او فرق ايه فرق عزوم، فرق عزوم زي مثلا ما قلنا اللي هي حاله ايه حاله التراوت معمود جار مثلا، تمام، او فرق هبوط، فدي اللي هي الاستراب ايه الاستراب بي.
وعرفنا ازاي هنصممها وازاي هناخدها بالتفصيل. يعني احنا هناخد في الكورس المحاضره الجايه والمحاضره اللي بعدها هنصمم كومبايند فوتنج والايه والستراب بيم ايه والستراب بوم فوتنج، فهناخد التصميم بتاعها كامل. الفكره بس في الستراب بيم، الستراب بيم بتبقى اكبر بكتير قوي من التاي بيم والسمل. يعني مثلا السمل والتاي بيم زي ما قلت لك اللي هي 25 في 40 بتلاقيها مكفيه، 25 في 50 بالكتير قوي، 25 في 60 ديت بقى لو انت عندك ايه حاجه ايه حاجه ضخمه يعني ماشي. الستراب بيم لا، الستراب بيم ممكن تطلع 40 مثلا في 2 متر و70، فالستراب بيم الابعاد بتاعتها بتبقى اكبر بكتير من الابعاد بتاعت التاي بيم والايه والسمل. طب في الحاله دي يبقى الستراب بيم ممكن استخدمها كتاي بيم واستخدمها كسمل ولا لا؟ هي كاميرا كبيره فاه ممكن اشغلها سمل وممكن اشغلها تاي ايه تاي بيم تمام. لو انت عايز تشغل السمل والتاي بيم تشغلهم كانهم ستراب بيم لازم تشيك عليهم يقدروا يشيلوا الاحمال بتاعت الستراب بيم ولا لا تمام. طيب الستراب بيم بقى ممكن احطها فين؟ يعني السمل اللي احنا قلنا ان ممكن احطها يا اما في نفس منسوب القاعده او فوق من القاعده على طول او ايه على منسوب كبير من القاعده كده صح؟ اللي هي الايه السمل ماشي. التاي بيم قلنا اللي هي اللي هشبغ المكانين بس، المكان الاولاني اللي هي تبقى في نفس منسوب الايه نفس منسوب القاعده او فوق القاعده على طول عشان هي شايله الزلازل اللي جايه على القاعد. الشكل ده ما ينفعش ان انا استخدمه في الايه في التاي بيم. الستراب بيم بقى ما ينفعش تتعمل غير في نفس منسوب القاعده، لازم تبدا في نفس منسوب الايه القاعده، ما ينفعش تبداها من فوق منسوب القاعده وما ينفعش تبداها من فوق ايه القاعد بايه بمسافه كبيره زي كده تمام. وغالبا الستراب بيم السمك بتاعها بيبقى اكبر بكتير قوي من السمك الفوتنج. هي بتبدا مع الفوتنج من تحت، الفوتنج مثلا سمكها 50 سم ولا 60 سم، الستراب بيم مثلا سمكها 1.90 متر، فهتلاقيها تبدا مع الفوتنج وتلاقيها مكمله لغايه فوق كده. دي كده الستراب ايه الستراب بيم تمام. فالستراب بيم ما ينفعش ابداها من فوق القاعده، ما ينفعش ابداها ايه على مسافه ايه بعيد عن ايه عن القاعده كده، لازم احطها في نفس منسوب الايه في نفس منسوب القاعده. دي الستراب ايه الستراب بيم. في مشكله؟ والستراب بيم زي ما قلنا ان احنا هناخد التصميم بتاعها بالتفصيل، والتفصيل بتاعها او التصميم بتاعها بياخد وقت، يعني هناخد محاضره كامله ازاي نصمم الستراب بيم. في حد عنده مشكله دلوقتي في الجراوند بيمز؟ في حد عنده اي مشكله في الجراوند بيمز يا جماعه؟ عيد تاني ممكن حد يرد. ها يا جماعه في حد عنده مشكله في الجراوند بيمز؟ طيب بعد ما خدنا الجراوند بيمز تمام، بعد ما خدنا في الايه جراوند بيمز قلنا ايه بنصمم بقى ايه بنصمم الفاونديشن. فهو بنقول لو امبروفر ديزاين اوف فاونديشن ما ليد تو لوز اوف اوف لايف اند اند اسيتس، يعني انت لو صممت الفاونديشن بتاعتك غلط ده بي ايه مش زي العمود. انت العمود لو صممته غلط في الاخر العمود هيشرخ قبل ما المبنى ينهار تمام، لكن القاعده لو صممتها غلط هتخلي المبنى كله ايه المبنى كله ينهار، ودي هتبقى ايه هتبقى مشكله. ده يسبب ايه سبب خساره في الارواح وخساره في الايه في الاموال او في الايه في ال الفلوس يعني. طيب ده كده بالنسبه لايه بالنسبه للديزاين بتاع الايه بتاع الفاونديشن. حاجه مثلا زي ديت، احنا شايفين المبنى ده، المبنى ده في الصين ومعمول على خوازيق، يعني المبنى ده كان معمول على خوازيق، يعني هنا كده في خوازيق ماشي. لو بصينا تلاقي المبنى ده، المبنى ده متصمم استراكشر كويس ولا لا؟ يعني رايكم كده المبنى ده الاستراكشر ديزاين بتاعه كان صح ولا غلط؟ صح. الدليل اللي هو صح اللي المبنى كله اتقلب حته واحده صح، المبنى بدل ما هو كان واقف كده لما هو واقف كده لف بالمنظر ده ونام كده بالمنظر ده صح. اثناء ما هو بيميل كده العمليه دي كلها كان جاي عليها شير كبير قوي ومومنت كبير وهو بيلف، ولا عمود منه منهار. انت شايف اهو المبنى نزل كله حته واحده صح، العمود ما انهارتش ولا حاجه. يعني كان المفروض لو العمود ده ما يقدرش يشيل الحمل وهو مايل كده كنت هتلاقي الحته دي اتكسرت كده لوحدها صح. فكده يبقى ان المبنى دوت مصمم كويس قوي استراكشر، بس زي ما انت شايفين اهو نتيجه اللي هو مصمم غلط فاونديشن هو نزل كله حته واحده، المبنى انهار كله ايه حته ايه حتى واحد. فدي طبعا ايه دي طبعا مشكله. هو العلم المبنى ده انهار مش بسبب ان الاساسات متصممه غلط، العلم هي الاساسات متصممه صح بس ما خدتش حاله من حالات التحميل. ايه حاله التحميل اللي كانت موجوده هنا؟ دي حاله حصلت اللي هو كان عندي المبنى ادي الارض الطبيعيه اهيت، والمبنى كان المفروض له معمول كده، ده الايه ده المبنى تمام، وكان معمول على خوازيق بالمنظر ايه بالمنظر دوت. الخوازيق كانت صغيره مش خوازيق كبيره، يعني هي كانت خوازيق مفرغه ومفروت وبايبس، يعني كانت خوازيق ايه بايب محطوطه هنا. وهم لما جم عملوا عشان يعملوا هو ده كان زي مجموعه عمارات بتعملها الحكومه الصينيه، فجم هم عملوا هنا كده راحوا جايين حفرين الحفره دي، شايفين الحته دي حفروا هنا بالمنظر ده عشان يعملوا الايه المبنى اللي جنبه، عشان يعملوا المبنى الايه اللي جنبه. اثناء ما هم بيحفروا من هنا الحائط الساند اللي هم كانوا عاملينه عشان يسند الايه المبنى ده كان ضعيف، فالمبنى الحائط الساند انهار وخد المبنى كله. لو تلاحظوا شايفين ادي المبنى اللي هو جنبه هو مبنى قائم برضه، وادي الحفره اهي شايفين ادي الحفره اهو، وادي الحائط الثاني هنا اهو شايفين الحته اللي انا بشاور عليها. الحاله دي هي نفس الحاله اللي كانت موجوده هنا، هنا برضو في حفر هنا شايفين ادي حدود الحفره اهي.
حدود الحفر بتاع الايه بتاع المبنى المجاور. هي كانت مباني مع بعض كده، كانت بتتعمل الحكومه الصينيه كانت بتعملها، عملت الايه كانوا 8 مباني جنب بعض الناحيه دي، وهنا 8 مباني برضو ايه جنب بعض كانوا لسه بيعملوه. تمام، زي مثلا اللي منقاها عند السكه الحديد كده، هتلاقوا في ايه مباني قصاد بعض كده ايه عند السكه الحديد عند محطه القطر. فهي حاجه زي ايه بالمنظر، ايه بالمنظر ده. فهو التصميم كان معمول صح فاونديشن، لكن هي المشكله كلها كانت ايه في السنه جوانب الحفر. سنة جوانب الحفر جابت اديشنال فورسز على البايلز، خلت البايلز كلها ايه تخرج. ماشي، في حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب هناخد بقى ايه، احنا دلوقتي لسه فاضل لنا 3 ساعه في المحاضره، هناخد بس اللي هو ايه سريعا كده تزايم بتاع الايزوليتد ايه الايزوليتد فوتنج المعرضه للنورمال فورس. بس بحيث ان احنا ان شاء الله المحاضره الجايه نكملها ونشوف لو عندكم اي اسئله ولا حاجه، ونخش في كومبايند ايه في كومبايند فوتنج. طيب اما بدا صمم الفاونديشن، اول حاجه لازم ابص عليها فيها مجموعه من الفاكتورز بتاثر على التصميم. اول حاجه في الفاكتورز اللي بتاثر على التصميم هي الكونتاكت بريشر. هي الكونتاكت ايه؟ كونتاكت بريشر، شكل الكونتاكت بريشر اللي بيأثر على ايه؟ على السويل. انا عندي الحمل، الحمل بيجي ستريس ولا بيجي حمل كونسنتريتد لود؟ ايه رايكم؟ الحمل اللي جاي من المبنى بيجي كونسنتريتد ولا بيجي ديستريبيوتد؟ 90% من الاوقات بيجي حمل معمود، صح؟ الحمل العمود او حمل حتى حائط يعتبر بالنسبه لي على السويل حمل كونسنتريتد. تمام؟ حمل ايه؟ حمل كونسنتريتد. فالحمل الكونسنتريتد دوت المفروض اللي هو بيعمل ايه؟ بينزل كده، صح؟ يجي على القاعده، القاعده عشان حسب الريجيديتي بتاعتها تحوله اليونيفورم ايه يونيفورم ستريس. لو السي جي بتاع الحمل هو نفس السي جي بتاع الايه بتاع القاعده، هيديني اليونيفورم ايه ستريس بالمنظر ايه بالمنظر ده. ده المفروض اللي هو الشكل الايديال، ده الشكل اللي احنا عايزينه، ده الشكل اللي احنا بنتمنى اللي هو يحصل في الايه في السويل، هو شكل ايه الشكل ده. ماشي، الشكل بقى بتاعي بيقول ايه، بنقول الطبيعي اللي بيحصل في السويل ده الشكل الايديال اللي احنا عايزينه يحصل، واللي هو ما بيحصلش في الحقيقه. اللي بيحصل بقى غير كده الشكل ده او الشكل دوت. ماشي، الشكل الاولاني دوت في حاله الكورس جريند سويل، في حاله الكورس جريند سويل بتلاقي اللي انا ايه اللي انا مقصرت بحمل، بتلاقي ال في جزء من الحبيبات بيتحرك ايه عن ايه الحبيبات اللي ايه الثانيه، فبتلاقي الاسترس في النص اكبر من الاسترس من ايه من الاطراف، اكبر من الاسترس من ايه من الاطراف. اللي احنا فرضناه او اللي احنا شغالين عليه، انا بفترض ان الاسترس بيأثر ايه افريج في حته بالشكل ايه بالشكل دوت، ده الاستريس اللي انا شغال ايه شغال عليه. لكن هو في الحقيقه بيبقى حاجه بالمنظر ايه بالمنظر دوت. ده في حاله الكوهيجن للسويل، في حاله الكوهيجن للسويل بيبقى حاجه بالمنظر ايه تبقى المنظر دوت، بتلاقي الاستريس هنا كبير ويبدأ يقل بالمنظر ده لغايه ما يوصل ايه كده اقل قيمه ليه في النص، وبعد كده ايه الاطراف ايه زياده قوي. ده كده في حاله الايه في حاله الكلي. تمام، انت بالنسبه لك انه احسن، بالنسبه لك انا هو احسن شكل الاسترس ده ولا شكل الاسترس ده؟ ده انا ما اقدرش احققه، ده انا بتمنى اللي هو يحصل، لكن 90% من الاوقات ما بيحصلش. انا هو احسن بالنسبه لك ان انت تعمل الشكل ده ولا تعمل الشكل ده؟ انا بسالكم لو حد ممكن يرد عليا يعني. بي شكل بي ولا سي؟ شكل بي، شكل بي ليه هو احسن؟ بص هو شكل اللي هو سي دوت الاستريس الخارجي اللي هو ايه زياده قوي ده، السويل في الحته دي شايف السويل في المنطقه دي جاي عليها ستريس ولا مش جاي عليها ستريس؟ جاي عليها اللي هي الجمع واحد في الدي اف بس، صح؟ مفيش اي ستريس اضافي، جاي معاها واحد جمع واحد في الدي اف، فالستريس هنا كبير قوي بيحاول يزق السويل اللي حواليه، فبتلاقي السويل اللي حواليه ايه بتزق واحتمال اللي هو يحصل انهيار اكبر. طب انا هنا النقطه دي بيحصل لها ستريس كبير، صح؟ والنقطه دي الاسترس قليل، فبتحاول تخش للداخل، الاسترس بتاعك عمال تخش لايه للداخل، استرس بي ايه بيعمل كونفايننج للسويل بيحاول يخليها تخش لجوه، فمقاومه السويل بتزيد، فتقدر تقاوم الحمل اللي فوق ده ايه ده اكتر. فايه انا الاحسن بالنسبه لي هو الشكل ايه الشكل ده، الشكل ده هو الافضل ايه الافضل بالنسبه لي. تمام، زائد حته اللي هي البيك دي ما تبقاش بعيده قوي عن الافرج اللي انت واخدها، لكن البيك هنا لا بتبقى بعيده عن الافرج، يعني هتلاقي مثلا الافرج جاي هنا والبيك جاي هنا، يعني تقريبا مثلا البيك ممكن يكون ضعف الايه ضعف الافريج، لكن هنا هتلاقي البيك مثلا 20% بس زياده عن الايه عن الافريج، فده ايه افضل بالنسبه لي. احنا دايما بندور او بنحاول نخليها شكل ايه شكل بيه. طب انا دلوقتي عندي اساسات وهعملها على طول بطنيه، هل هقدر ارسم الزم الطين اللي هو يديني الشكل ده يديني الشكل دوت؟ عشان اخلي الطين يديني الشكل دوت بعمل حاجتين، اول حاجه بخلي الاساس بتاعي ريجيد، اخلي الاساس بتاعي ايه ريجيد، يكون الاساس ريجيد، دي اول ايه اول حاجه. تاني حاجه زي ما انتم بتشوفوا مثلا لما بنيجي نعمل في الطين لما بنيجي نقسى على طين كده بعمل ايه حاجه اسمها ايه مخده الزلط، صح؟ طبقه احلال صغيره كده، ماشي، طبقه الاحلال ديت مثلا بيبقى سمكها 25 سم على 50 سم، بتبقى من الزلط او الزلط مختلط بالايه بالرمل،
بحيث ان انا ما اخليش المنطقه الايه المتعرضه للستريس تبقى ايه بتبقى طين، لا هي تبقى الاول تيجي على رمل او تيجي على رمل وزلط وبعد كده تتنقل ايه للطين، فالرمل والزلط هيديني الشكل ايه الشكل دوت. تمام، هو ده اللي بيخليني اعمل تربه احلال تحت الايه تحت الاساسات اللي بتتعمل في الطين، وهو ده اللي بيخليني برضو اعمل ايه الاساس بتاعي يبقى ايه يبقى ريجيد. في مشكله كده ده كده كونتاكت ايه كونتاكت بشر. اول حاجه لما بنيجي نصمم لازم اخد في حساباتي او اعمل حسابي في شكل الكونتاكت ايه في شكل الكونتاكت بريشر. اللي احنا خدناه اللي فات دوت كان الكونتاكت بريشر لو انا عندي ايه كونسنتريك ايه كونسنتريك لود، السي جي بتاع الحمل هو نفس السي جي بتاع الايه بتاع القاعده. تمام، الكونتاكت بريشر بقى لو في حاله الاكسنتريك لود، في حاله الاكسنتريك لود الكيس الاولانيه لو الايه بتاعتك اقل من ال على 6، لو الايه بتاعتك اقل من ال على ايه على 6 ماشي، يعني الاكسنتريسيتي بتاعتك صغيره، في الحاله ديت هتلاقي الماكسيمم ستريس والمينيمم ستريس الاثنين ايه كومبريشن. فاكرين في الريتيرنج جول، فاكرين لما جينا حسبنا الاستريس بتاع الريتيرنج جول اللي هي سيجما 1 وسيجما 2؟ حد مش فاكر؟ ممكن حد يرد؟ فاكرين لما اتكلمنا على الاستريس في الريتيرنج جول قلنا ان احنا عندنا الاكسنتريسيتي صغيره، بلاقي ايه الاستريس سيجما 1 وسيجما 2 الاثنين او سيجما ماكسيمم وسيجما مينيمم الاثنين بيقول لهم نفس الايه نفس الاتجاه، يعني لو هما كومبريشن هيفضلوا كومبريشن، لو هما تنشن هيفضلوا تنشن، وبياخدوا نفس الاشاره بتاعه الحمل، يعني الحمل بتاع كومبريشن يبقى المفروض الاثنين ستريس هيطلعوا كومبريشن. فلو جيب السيجما ماكسيمم بتساوي اللود على الاريا زائد ام فاي على الاي، والسيجما مينيمم دي معلش دي سيجما مينيمم ماشي، سيجما ماكسيمم وسيجما ايه وسيجما مينيمم هعدل ديت عشان ايه ما انساهاش، عشان انا كل مره اقول هعدلها وبنساها. سيجما مينيمم ماشي، دي الحالة الايه الحالة الأولانية اللي هي سيجما ايه؟ إن الاي أقل من ال على 6 أو أقل من بي على 6 يعني، ففي الحالة دي هتلاقي ايه؟ السيجما ماكسيمم بتاعك بتساوي اللود على الاريا زائد ام فاي على الاي، وسيجما مينيمم بتساوي اللود على الاريا ناقص ام فاي على الاي. الحالة التانية لو الاي بتساوي ال على 6، يعني الايه؟ الحمل بتاعك بيأثر في الكور بالظبط، اللي هي الحالة دي. الحمل بتاعك بيأثر في الايه؟ في الكور، على نهاية الكور بالظبط، ففي الحالة دي السيجما ماكسيمم بتاعتك هتبقى بتساوي اللود على الاريا زائد ام فاي على الاي، وسيجما مينيمم هتبقى بتساوي صفر. سيجما مينيمم هتبقى بتساوي ايه صفر. طب في حاله بقى لو الاي تحتك اكبر من ال على 6، يعني الحمل بره الايه بره الـ بره الكور زي ما قلنا ده اسمه الكور او الكيرن، يعني لو كنا بنسميه كده في الايه في الاستراكشر وفي ميكانيكا، فلو الحمل بتاعك بره الكور هتلاقي الاستريس بتاعك بقى في منه جزء كومبريشن وفي جزء منه تنشن، وقلنا ان الكون بتاعت الايه بتاعت الاستريس قيمتها هتبقى بتساوي السيجما ماكسيمم هتبقى قيمتها بتساوي 2 ان على 3 اكس تمام في البي ده السيجما ماكسيمم، والسيجما مينيمم هتبقى بتساوي صفر. القانون ده احنا اثبتناه في الريتيرنج جول صح، بس ما كانش فيه البي، البي هناك كنا واخدين بي فرضين عرض شريحه 1 متر، ف3 كنا طالبين 3 اكس مضروبه في 1 متر كانت 2 بي على 3 ايه على 3 اكس، هنا البي بتاعت هي ليها عرض فخدناها 2 بي على 3 اكس في الايه في البي. في حد فيش فاكر القانون ده استنتجناه ازاي؟ استنتاج القانون ده قلت لكم اللي هو في الريتيرنج جول موجود عليكم، لازم تخلي بالكم ايه تخلي بالكم منه. تمام، في حد مش فاهم لغايه دلوقتي؟ في حد مش فاهم الكونتاكت بريشر في حاله الاكسنتريك لود؟ طيب خلاص هفترض ان انتوا ما ردتوش يبقى انتوا ايه يبقى انتوا فاهمين. طيب بعد كده السويل بيرنج كاباستي يبقى اول حاجه قلناها في الديزاين فاكتورز هي كونتاكت بريشر الحمل الخارجي. تاني حاجه الايه السويل بيرنج ايه بيرنج كاباستي، ودي احنا خدنا الايه البيرنج كاباستي خدناها بالتفصيل في الثلاث محاضرات الايه اللي فاتوا. تمام، وبعد كده اللي بيحصل برضه معايا في الفاكتور في البيرنج في الديزاين بتاعنا هو الفاكتور في ايه في سيفتي، وخدنا الفاكتور اوف سيفتي لما جينا شرحنا البيرنج كاباستي وقلنا ان احنا بناخده لو ديد لود ولايف لود باخده 2.5، لو ديد لود ولايف لود ودخلت معايا الويند باخده 2، لو دخلت معايا الايرث كويك هاخده 1 وايه 1.8. تمام، وقلنا الفاكتور اوف سيفتي في عوامل بتاثر عليه دي اللي احنا خدناها الايه المحاضره اللي قبل اللي فاتت ساعه ما كنا بنشرح الفاكتور اوف سيفتي بتاع البيرنج كاباستي. تمام، بعد كده بيأثر معايا برضو ديزاين فاكتور بيأثر معايا حاجه اسمها الايه او منسوب التأسيس، منسوب التأسيس بيأثر معايا وبيأثر كتير. لو انتوا فاكرين المثال اللي احنا ضربناه النهارده في الايه في البويون ترافت، لو انتوا فاكرين ان انا قلت لكم انا عندي حمل خارجي جاي من المبنى قيمته 12 والبيرنج كاباستي بتاعت السول قيمتها ايه بتساوي 10، الشكل العام كده المفروض القاعده دي صيف ولا ان صيف؟ قلنا اللي هي ان صيف صح؟ ليه؟ ستريس خارجي اكبر من البيرنج كاباستي بتاع السول فبقى ان صيف. لكن منسوب التاسيس لما قلت لك ان انا حاطط منسوب التاسيس بتاعي عند منسوب سالب 7 بقت صيف ولا ان صيف؟ بقت صيف، فتاثير الايه الفاونديشن ليفل مهم جدا في حسابات الايه التصميم بتاع الايه بتاع الاساسات. تمام، طب انا بختار منسوب التاسيس على حساب ايه؟ على اساس ايه؟ منسوب التاسيس اول حاجه بتاثر معايا في منسوب التاسيس هي التايب اوف سويل،
مثلا هتأسس على رمل ولا على ايه؟ على طين. البيرنج كاباسيتي يعني كل ما تنزل بالعمق كل ما البيرنج كاباسيتي بتاعتك ايه، فانت بتختار عمق التأسيس اللي يجيب لك بيرنج كاباسيتي ايه كويسه. بس خلي بالك كل ما تزود عمق التأسيس يبقى معناها ان انت هتحتاج ايه تسند جوانب الحفر، دي حاجه. تاني حاجه التكلفه بتاعتك هت ايه هتزيد عشان كميه الحفر اللي انت هتحفرها وكميه الخرسانه، خصوصا لو في مياه جوفيه هتحتاج ان انت تعمل ايه نزح المياه الجوفيه. تمام، دي اول حاجه اللي هو التايب اوف ايه، تايب اوف سويل. تاني حاجه عندنا اللي هي ايه البيلدنج، ايه البيلدنج هايت. لو انا جيت قلت لك دلوقتي اللي انا عندي مبنى، المبنى دوت مثلا ارتفاعه 100 دور مثلا، فال 100 دور دول لو انت يعني زي ما ايه اي حاجه كده اللي انا ايه 100 دور هيجي عليه هورزونتال لود كبيره قوي نتيجه الايه الارث كويك والويند، فالمبنى هيبقى جاي عليه مومنت كبير قوي، الاساسات بتاعت المبنى هيبقى جاي عليها مومنت ايه كبير قوي. فانا محتاج ان انا ايه اخلي المبنى بتاعي دوت يخش جوه الارض مسافه كبيره عشان يقدر يقاوم الايه الحمل اللي جاي، ايه الحمل اللي جاي عندي. تمام، ودي لو دي كان في قصه كده اللي هي بتاعت المبنى التجاري العالمي اللي هم انهاروا، المبنيين اللي كانوا في نيويورك وانهاروا دول. تمام، في 2001 المبنيين دول كانت مشكله في التصميم بتاعتهم، كانت المبنيين دول عاليين جدا، كانوا اعلى مباني اتعملت في العالم يعني وقتها، وكانت المشكله اللي هو الصخر اللي تحتيهم كان شيست تقريبا او نيس، يعني صخر فيري هارد روك. البيرنج كاباسيتي بتاعته كانت تجيب مثلا 2000 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع، يعني ممكن اعمل رافت فاونديشن تشيل ايه تشيل اللي بتاعت المبنيين، وانا مش هينفع ان انا اعمل كده ليه؟ عشان انا عندي ارتفاع المبنى كبير قوي، فهي مومنت وشير كبيره الايه الرافت فاونديشن مش هتقدر ايه مش هتقدر تشيلها. فاحتجت ان انا اعمل ايه؟ وقتها كانوا عايزين يعملوا خوازيق عشان يثبتوا المبنى، يخلوا المبنى يتثبت في الارض يعني. فالخوازيق اللي هم عايزين يعملوها ديت هم بيحفروا في صخر، فكان بيبوظ الايه؟ اداه الحفر اللي هم بيحفروا بيها الايه؟ عشان يعملوا الخوازيق، ودي كانت مشكله في الاساسات بتاعتها يعني. يعني المشكله كانت في الارض وقتها اللي هي مش ضعيفه، لا يعني المشكله كانت الارض قويه قوي. تمام؟ اللي خلاهم راحوا اللي هم لازم ننزل جوه الارض بعمق كبير هو حكايه البيلدنج ايه؟ البيلدنج هايت دوت. البيلدنج هايت احنا بنقول ان المفروض العمق الاساسي بتاعك يبقى في حدود تقريبا 1 ل 10 ل 1 ل 20 من ارتفاع الايه؟ في ارتفاع المبنى، يعني عندي مثلا المبنى بتاعي مثلا 100 متر، يعني المفروض الايه؟ العمق التاسيس بتاعك لا يقل عن 5 ايه؟ عن 5 متر، تمام؟ 1 ل 20 من ارتفاع الايه؟ المبنى، ويفضل ان هي تبقى من 1 ل 10 ل 1 لايه؟ ل 20. ماشي؟ وفي الانفيرمنتال فاكتورز، الانفيرمنتال فاكتورز ديت يعني ايه؟ يعني لو جيت دلوقتي احد الحاجات بتاع الانفيرمنتال فاكتورز اللي انا لو جيت دلوقتي قلت لك انا عندي مثلا ايه؟ مخر السيول مثلا، او زمان قبل ما يعملوا السد العالي كان في عندنا الايه اللي هو الفيضان. ماشي، الفيضان لما كان بيجي كان بيجي بياكل الايه بياكل الارض. فانا دلوقتي لو جيت قلت لك اللي انا عندي ادي الارض الطبيعيه اهيت، وانا كل سنه بيجي الفيضان ده يجي بلاقي الحته دي من الارض بتتاكل كده، الجزء ده من الارض بايه بيتنحر كده لغايه عمق مثلا في المنطقه دي عمق مثلا كان بيوصل 1.5 متر، وانا هعمل المبنى بتاعي هنا. فما اجي اعمل الاساس بتاعي في الحته دي هل ينفع ان انا اعمل منسوب التاسيس بتاعي على متر؟ لو انا عملت منسوب التاسيس بتاعي على متر كده هتلاقي ايه الفيضان يحصل، او السيول مثلا دلوقتي اللي هي السيول اللي بتحصل في الصعيد وكده، لو السيول جت هتاكل الايه الجزء ده، فلما تيجي تاكل الجزء دوت هتاكل الايه الارض اللي تحت الايه الاساس، فكده الاساس نفسه ايه هينهار. فلا الافضل في الحاله دي ان انا اعمل ايه اخلي الاساس بتاعي ينزل تحت المنسوب اللي ايه منسوب النحر دوت او منسوب الاوريجن اللي هيحصل ده. تمام، دي اللي هي احد الانفيرمنتال ايه فاكتورز. في حاجه مثلا في الانفيرمنتال فاكتورز بس دي مش موجوده في مصر، بتبقى موجوده في الايه في الدول الاوروبيه وامريكا وكده، المناطق اللي هي الساقعه، اللي انا عندي لو دي الارض الطبيعيه، لو انا عندي الارض اللي ايه الارض الطبيعيه اهيت دي الارض الطبيعيه، في جزء من الارض الطبيعيه، الارض الطبيعيه المفروض اللي هي ايه فيها ايه فيها فيها ووتر، فيها بور ووتر بريشر. البور ووتر بريشر وانا مثلا دلوقتي موجود مثلا في ايه في كندا مثلا او في امريكا او في مثلا في السويد الحته اللي هي الساقعه قوي دي، درجه الحراره مثلا سالب مثلا ايه 20، سالب 20 دوت هتخلي ايه هتخلي الارض اللي فوق دي تتلج، والميه اللي موجوده جوه الارض نفسها هتتلج لغايه ارتفاع ايه ارتفاع معين، لغايه ارتفاع ايه ارتفاع معين. ماشي، الزون اللي هي بيحصل فيها اللي الميه اللي موجوده جوه الفراغات بتاع التربه تتلج دي اسمها بيرمافروست. المهم يعني هي زون كده، الزون ده بيتراوح من متر لايه لمتر ونص. فانا لو عملت الاساس بتاعي هنا، عملت الاساس بتاعي ايه هنا، وجات الارض ايه الحته دي كده الميه اللي فيها اتجمدت، الميه ما بتتجمد ايه اللي بيحصل فيها؟ حجمها بيزيد ولا بيقل؟ الميه ما بتتجمد حجمها بيزيد صح، فحجمها بيزيد هيعمل ايه في القاعده دي؟ هخلي القاعده دي تطلع لفوق، بعد كده درجه الحراره دي تقل، التلج دوت ايه يسيح، لما درجه الحراره قصدي تزيد يعني انت الجو دافي شويه تلاقي ايه الميه دي التلج ده يسيح، فتبدا الايه القاعده تنزل ايه تنزل تاني، حته القاعده تطلع وتنزل دي هتشرخ المبنى، فيجي يقول ايه يقول لا انا بعمل القاعده بتاعتي تحت الايه المنطقه اللي هي ايه
التابلت ديت اللي هي اسمها البول مفروض دي. دي كلها اسمها انفيرمنتال فاكتورز بتاثر معايا في ايه، في منسوب التاسيس. ماشي. اخر حاجه اللي احنا دايما بنقولها هي البيلدنج ريجوليشن اند ايه كود، ايه كود ريكويرمنت. الكود بيلزمني ان منسوب التاسيس بتاعي لا يقل عن 80 سم، ده الكود المصري بيقول كده. يعني لو جيت دلوقتي بقول لك ايه، قلت لك ان انا ايه هعمل اوضه زي ما قلت لك اوضه غفير، او مثلا مبنى، مبنى مش مهم، او يعني ايه مش اللي هو مش يعني مش تفرق معايا اللي هو يبقى ايه، يبقى امن قوي. فانا عايز اعمل مثلا الارض بتاع الاساس بتاعي على وش الارض، يجي الكود يقول لي، يقول لي لا انت ما ينفعش تعمل الاساس بتاعك على وش الايه الارض، الاساس بتاعك على الاقل لازم يكون على عمق 80 سم من سطح الايه، من سطح الارض. منسوب التاسيس اقل منسوب تاسيس تعمله هو كام؟ 80 ايه، 80 سم، لازم يكون اكبر من او يساوي ايه 80 سم. ده بيزد على كود الايه، كود المصري. كود المصري بيقول 80 سم. هتلاقي مثلا بتاع دبي كود مثلا برضو بيقول 80. هتلاقي بقى في الحته اللي هي الساقعه زي مثلا فنلندا الحته اللي فوق ديت لا بيقول لك متر ونص. فعلى حسب الايه كل دوله بتديك ايه عمق، ايه عمق تاسيس ما ينفعش تقل عنه. تمام. طب هو كود ليه بيقول لي ان انا ما قلش على 80 سم؟ الكود قال ان هي ما قلش عن 80 سم عشان كذا حاجه. اول حاجه اللي انت دلوقتي لو عملت الاساس بتاعك على وش الارض، لو انا دي الارض الطبيعيه اهي وجيت عملت الاساس بتاعي على وش الارض كده، وجت هنا في ماسوره ميه، هنا ماسوره الميه ديت ايه، ماسوره صرف مثلا او ماسوره ميه ضربت، فقالت الميه هتمشي صح. هيجي الناس الناحيه دي هيروحوا فاتحين البلاعه اللي موجوده هنا ديت عشان تاخد الميه دي عشان ما تغرقش الشارع، الميه تخش في البلاعه. فهتلاقي الميه بتيجي من هنا بتمشي كده وتخش جوه الايه البلاعه دي. الميه وهي ماشيه كده عماله تاكل في الصويد دي، بتاكل في الصويد دي ممكن تفرغ الايه الارض الايه اللي تحت القاعده، فالقاعده بتاعتك ايه تنهار. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو انت عملت الاساس بتاعك قريب من وش الارض، انت ممكن مثلا دلوقتي واحد بيسوق عربيه بس مش سواق كويس يعني، فممكن ايه يخبط في الايه في القاعده بتاعتك فيكسر لك حته منها، يكسر حته منها لغايه في الاخر ما تلاقي القاعده كلها ايه اتاكلت. دي الحاجه الايه الثانيه. الحاجه الثالثه هو تاثير الايه، تاثير الاهتزاز. لو انا حاطط القاعده بتاعتي قريبه من وش الارض وحاطط العمود كده وجت عربيه نقل مثلا ماشيه، العربيه النقل الماشيه هنا دي، دي نتيجه اللي هي وهي ماشيه بتعمل اهتزاز في الارض. الاهتزاز ده ممكن ياثر على الايه، على المبنى بتاعك، يخلي المبنى بتاعك برده ايه شرخ. فيجي يقول ايه، يقول لا انا بعملها لازم ادفنها جوه الارض على مسافه لا تقل عن 80 سم عشان تاثير الحاجات اللي احنا قلنا ايه، قلنا عليها ديت. تمام. ده كده بالنسبه لايه، الفاونديشن ليفل. اخر حاجه اللي هي الابلايد ايه، الابلايد ستريس. ده الحمل الخارجي. الابلايد ايه، الابلايد ستريس اللي هو سيجما نت اللي هي قيمتها هتبقى بتساوي اللود على الاريا، والجروس ابلايد ستريس اللي هو سيجما جروس بيساوي اللود على الاريا زي جاما 1 دي ايه دي اف. وقلنا دايما احنا هنشتغل على الايه، على سيجما ايه، على سيجما نت. دول الخمس حاجات اللي بيشتغلوا معايا اثناء ما باجي اصمم ايه، شالوا ايه، شالوا فاونديشن. تمام. الفاكتورز العوامل يعني بتاثر معايا في الايه، شالوا فاونديشن. طيب تصميم الشالوا فاونديشن بمشي خطوات. احنا انا بفضل برضو ان انت تمشي نفس الخطوات دي بنفس الترتيب. اول حاجه اللي بجيب البيرنج كاباسيتي كله من ايه، لودز، بكتبها جيفن دي. انا مش هخلي مساله، ما فيش مساله عندكم في الامتحان هتيجي او في الشيت هتلاقي بيقول لك احسب البيرنج كاباسيتي وصمم فاونديشن، لا دايما هتعتبر ان البيرنج كاباسيتي عندك ايه، عندك معروف. هديك كله من لود وهديك البيرنج ايه كاباسيتي، دي المفروض ليها ايه جيفن. بعد كده بتعمل انيشال فوتنج ايه دايمنشن، بيجيب ابعاد اوليه للايه الاساس. بعد كده بتروح جاي محدد الايه كونتاكت، ايه كونتاكت بريشر. بعد ما كتبت كونتاكت بريشر بتشوف البيندنج مومنت والشير اللي بيأثر على القاعده. ماشي. بعد كده من المومنت بتجيب الايه السكنس بتاع الايه بتاع القاعده، وبعد كده السكنس اللي انت كتبته دوت بتشيك على الشير، بتشوف الشير هي سيف ولا اون ايه ولا اون سيف، بتحدد الانفورسمنت. بعد كده بترسم الايه التسليح. الثمان خطوات دول ثابتين لكل انواع الاساسات، سواء كان ايه الاساسات السطحيه يعني، سواء كان ايزوليتد او كومبايند او ستراب بيم او ستريب فوتنج، كلهم هنمشي بنفس الثمان ايه، ثمان خطوات. تمام. طيب كده احنا المفروض نبدا نصمم في الايه، في هناخد مثال الاولاني اللي هو ديزاين بتاع الايه الستريب فوتنج. انا بفضل ده اللي احنا ناخده في المحاضره. ماشي. فكده ان شاء الله هنتقابل يوم الاثنين الجاي بالنسبه للمدعي العام الساعه 9، وبالنسبه للانشاءات هنتقابل ان شاء الله الساعه 10 ونص ولا 11 ل 11 ل 3 ان شاء الله. تمام. خلاص احنا نوقف المحاضره لغايه هنا، وهنشرح بقى الامثله دي من اول الايه المحاضره الجايه. طب في حد عنده اسئله قبل ما نقفل المحاضره؟ ممكن بس يا دكتور تبعت لنا الورق. ورق ايه؟ السلايدات. السلايدات مش معاك؟ المفروض اللي هي معاكم. لا دي مش معانا. طيب ماشي، يعني انتوا الفاونديشن دي مش معاكم صح؟ اه. يعني هتلاقي المحاضره هنا، المفروض انا كنت عامل اربع اكزامبلز تقريبا، هم الاربع اكزامبلز موجودين. هبعت لكم ده دلوقتي. ماشي. واي. هم خمسه اكزامبل. لا ماشي. طيب هبعتهم لكم دلوقتي. ماشي. طيب في حاجه تانية؟ دكتور انا عندي اسئله تانية. اللي حضرتك اللي شيت الاكسل اللي موجود في الجروبات بتاع الانشاءات. طيب طب بالنسبه للمدى العام؟ هبعته لحضرتك دلوقتي يا دكتور على الجروب.
على جروب، ممكن تبعته لي هنا يعني، انت عرفت هنا كده بتلاقي في حاجه هنا اسمها شات فايل صح؟ شايف شايف الشات ديت؟ هاي بس دراج اند دروب وحط لي البتاع هنا تمام. او ماشي ممكن تبعته لي على الجروب وخلاص مفيش مشكله. معلش برضو البشمهندس حضرتك بعته لي على الجروب صح؟ اه انا رفعته في المكان اللي هو اسمه فايلز. طب انا بشوفه كده هو، وانا برضو هحطه في فايلز يا دكتور. بس هو ما وصلنيش، هو انا دلوقتي على الجروب اهوت وما وصلنيش. لا هو مش هيوصل في الجروب يا دكتور، في فوق كده جنب اسم الجروب في بوستس وفي فايل، هو قسم الفايل ده. اه انا عارف، انا بخش عليه انا دلوقتي عليه، هو لسه ما اترفعش تقريبا. هو عمل جنبه علامه صح ولا لسه؟ اتاكد بس يا باشمهندس اللي هو ايه اللي هو اترفعه. هو عندي لغايه دلوقتي لسه ما اترفعش حضرتك، بس اتاكد اللي هو ايه اللي هو عمل علامه صح، عشان انت لو قفلت الجهاز عندك او قفلت التيمز قبل ما يرفع ما بيترفعش ماشي. فتاكد بس اللي هو عمل جنبه علامه صح، برضو الناس بتوع مدني عام يتاكدوا اللي هو ايه عندهم علامه صح. اه كده ظهر اهو. فانت بسميه فاونديشن بروجكت جروب صح؟ ستراكشر صح يا باشمهندس؟ اه ده بتاع الانشاءات. تمام اه ده ظهر تمام ماشي. طب مدني عام برضو يرفعه في نفس المكان، معلش باشمهندس برضو اللي يرفعه في مدني عام يتاكد اللي هو طلع وعمل علامه صح جنبه ماشي، عشان بس ايه يكون ظاهر خلاص على الجروب ماشي. تمام حاجه تانيه كده؟ هو الميعاد بتاع تسليم امتى؟ الميعاد بتاع تسليم ايه؟ يعني المشروع لسه هبعته لكم، لسه هبعته لكم على يوم الخميس او الجمعه غالبا هيبقى السبت يعني، هبعته لكم لكل جروب يعني، هيبقى مثلا جروب واحد جروب اثنين جروب ثلاثه، كل جروب ليه هيبقى ليه ابعاد ليه احمال ليه بيرنج كاباسيتي الحاجات ديت، وليه سول بروفايل يعني طبيعه التربه نفسها وجود الميه الحاجات ديت ماشي. وهتسلموه غالبا هتسلموه بعد الامتحان، بعد امتحان اخر السنه، عشان انا هعمل امتحان شبه نفس اليوم كمان تمام. طيب حاجه ثانيه كده؟ تمام كده. وصل يا دكتور ولا ايه؟ انا بعد انشئت ولا عام؟ عام عام جنرال. اه اسلام هو اللي رفعه صح؟ اسلام 18 اه اترفع ايوه كده تمام. طب تمام خلاص كده، يبقى احنا اتفقنا، يبقى كده ان شاء الله هنتقابل يوم الاثنين الجاي ماشي. في حد عنده اسئله قبل ما نقفل؟